الله الرحمن الرحيم. مساء الخير، مساء الفل، واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من الماتش ليوم الثلاثاء كالعاده باذن الله لمده ساعتين نتابع كل ما حدث ويحدث وسيحدث رياضيا جوه مصر وبره مصر. اهلا بكم ومنورينا جدا كالعاده من بدايه حلقتنا. بايرن ميونخ يحول تاخره امام ريال مدريد في مباراه جاريه الان بهدف الى تقدم بهدفين مقابل هدف. شوط تاني نزل البافاريون بشكل مرعب فعوضوا التأخر المفاجئ الذي تعرضوا له أمام الملكي المدريدي هناك في أليانس أرينا في ألمانيا. أما محليا فمارسيل كولر يعلن قائمة أو نعرف قائمة مارسيل كولر لمواجهة الإسماعيلي، أولى المواجهات المحلية الأربع المنتظرة قبل لقائي نهائي دوري أبطال إفريقيا. الشناوي خارج القائمة ومعه محمد مجدي أفشة لأول مرة منذ غياب بسبب سخونة في الحديث مع مارسيل كولر لعدم المشاركة في المباراة الماضية أمام فريق مازيمبي. أما الزمالك فبينما يستعد لمواجهة البنك الأهلي يوم الخميس في الدوري المصري الممتاز أعلن مد الأجل فيما يخص الحكم في قضية جيمي باتشيكو، إحدى القضايا الساخنة المرهقة في نادي الزمالك بخصوص مستحقات سابقة لمنتسبيه. أما على مستويات أخرى فالنهاردة هينورنا بإذن الله عبد الرحمن مجدي الإعلامي الزميل والصديق العزيز لتحليل العديد من النقاط سواء المحلية أو العالمية. فيلا بينا نبدأ سريعا الماتش. أهلا بحضراتكم مرة تانية في الماتش. حاليا بتلعب مباراة بايرن ميونخ مع ريال مدريد في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا بتلعب في ألمانيا. الشوط الأول انتهى بتقدم مفاجئ بالنظر لأحداث المباراة وسيطرة بايرن ميونخ بدون إهدارات كثيرة، لكن التقدم كان لريال مدريد عن طريق اللاعب فينيسيوس جونيور من تمريرة سامة قاتلة من توني كروس في إحدى تحولات فريق كارلو أنشيلوتي في مواجهة بايرن ميونخ. فانفرد من بين كيم ورفيقه في قلب الدفاع لبايرن ميونخ فينيسيوس جونيور وسجل هدف التقدم في مرمى مانويل نوير. لكن الشوط الثاني رد سريعا البافاريون، قال لك مش هينفع مش هينفع مش هينفع اللي بتعمله في الاوروبيين تعمله فينا احنا كمان، احنا انت عملاق وملك بس احنا كمان عمالقه. فردوا سريعا بتغيير وحيد بس في نص الملعب، خرج جوريتسكا وبدا يزود الكثافه العدديه، ومن تمريره من ناحيه اليسار لفريق بايرن ميونخ بينجح اللاعب لورواساني اللي استلم الكوره من رافائيل جيريرو البديل بديل جوريتسكا انه يعمل مراوغه وحته مراوغه، ومراوغه الحلوه شارك فيها كيميتش اللي بيلعب ناحيه اليمين النهارده علشان هو ايه لقى نفسه ولقى زميله لورواساني داخل على مندي واحد على واحد، قال لك طب ما نخليها اتنين على واحد، اجي اعدي من جنبهم من ناحيه الشمال فاخد عين مندي فيتوتر فيعرف لورواساني يرقص. هو لمح بس لورواساني كيميتش بيجري راح خد قرار المراوغه ودخل شط صاروخ صاروخ في الزاوية اللي هي عبارة عن مساحة قد كده تقضي بس دخول الكرة في الزاوية الضيقة ليتعادل بايرن ميونخ. بعدها بدقيقتين هاري كين يسجل هدفا ثانيا عن طريق ضرب الجزاء حصل عليها فريق بايرن ميونخ بإعاقة قام بها الظهير الأيمن لريال مدريد مش كارباخال بل لوكاس باسكيس. النتيجة دلوقتي 2-1 واحنا هنتابع معاكم المباراة لحظة بلحظة خلال الدقائق المقبلة في شوطها الثاني. بنفكركم ان بكرة دورتموند بيلتقي باريس سان جيرمان في الطرف الاخر من نصف نهائي دوري ابطال اوروبا. ما يلا بينا طيب نستعرض تشكيلة الفريقين اللي بدأ بيها النهاردة سواء المضيف توماس توخيل او الضيف كارلو انشيلوتي قبل ما ننتقل الى ملفات اخرى. يلا بينا تشكيلة بايرن ميونخ النهاردة. بدأ في حراسة المرمى مانويل نوير، قدامه إريك داير وكيم مين جاي، ناحية اليمين كيميتش ومزراوي ناحية الشمال. فتساءل المتابعون ليه مش ديفيز هو اللي بيلعب مزراوي، واضح ان ديفيز مش جاهز لانه بقاله ماتشين كده بينزل دكة بس في اخر ربع ساعة وعشر دقايق او ما بيلعبش اصلا مع بايرن. كيميتش هو اللي بيلعب ناحية اليمين النهاردة
فافتقدوا الفريق في نص الملعب نسبيا، لان جوريتسكا ولايمر اكيد مش بنفس امكانيات كيميتش في نقل الملعب بالنسبه لبايرن. نص الملعب الامامي كان لوروا ساني وجمال موسيالا ومولر، وفي المقدمه هاري كين. وبنقول لكم ان دي تغييره اتعمل فيها او تشكيله اتعمل فيها تغييره واحده بس، رافائيل جيريرو نزل في تغييره اولى مكان جوريتسكا علشان يزود الكثافه، وسانيه يبقى ناحيه اليمين وموسيالا في العمق ومولر جنب كين وجيريرو يبقى ناحيه الشمال، فالكثافه كترت وجابت نتيجتها. اما الناحيه الثانيه فريال مدريد، بس هو التشكيل معانا على الشاشه، بس ريال مدريد ده فريق جبار، اكيد مش محتاجين دليل ان احنا نتكلم على ده اكتر من الادله اللي قدمها لنا ريال مدريد. لكن الشوط الاولاني في المباراه بتاعت النهارده بايرن ميونخ هو اللي ماسك الكوره، وهو اللي بيضغط، وهو اللي بيحاول، وهو اللي بيضيع سواء عن طريق موسيالا او عن طريق لوروا ساني، مش بفرص خطيره يعني، لكن باقتراب من مرمى ريال مدريد. وريال مدريد ما كانش باين انه عارف يعمل حتى التحولات، لان ضغط بايرن ميونخ من الاجناب كمان كان مانع اي تحولات مدريديه. لكن سبحان الله الفريق الوحيد في العالم اللي اول ما بيبقى كويس بيسجل، يعني بيتكافئ على انه بقى كويس، وده اعتقد انه مش حظ قد ما هو تحس انه كده بياخد اشاره يلا نضرب، جاهزين نضرب، قالوا له اضرب فضرب. اول ما بيبقى كويس بتلاقيه بدا يبقى التنقلات حلوه، التحولات كويسه، اللعيبه فايقه، كام تمريره كويسين ظهرت مرتين في ظرف دقيقتين، الدقيقه الثالثه جابوا الجول، توني كروس قطع الكوره، عمل مراوغه حلوه او فنت حلو هو وفينيسيوس جونيور فتقدم بالهدف الاول. وان كانوا دلوقتي متاخرين، هل هيعرفوا يضربوا ثانيه ولا لا؟ تعالوا نشوف تشكيله الميرينجي في حراسه المرمى النهارده، المتوج التاريخي لريال مدريد او لاوروبا ريال مدريد. تشكيلته لونين في حراسه المرمى، روديجر وناتشو في قلب الدفاع، باسكيز وميندي على الطرفين، نص ملعب تشواميني وفالفيردي وتوني كروس، قدامهم بلينجهام، وفي المقدمه فينيسيوس جونيور ورودريجو. تشكيله ريال مدريد المتاخر دلوقتي 2-1 امام بايرن ميونخ في المانيا. العوده الاسبوع اللي جاي بس الاربع، وزي ما انتم فاكرين قاعده الهدف خارج الارض غير مطبقه ولا اوروبيا ولا اسيويا، لكنها مطبقه افريقيا. طيب النهارده ما كانش عندنا ماتشات في الدوري المصري الممتاز، بس بكره عائدون بقوه، وعندنا مواجهة من القمم الكلاسيكية في الكرة المصرية، مواجهة الأهلي مع الإسماعيلي أو الإسماعيلي مع الأهلي في استاد برج العرب، إلى جانب مواجهة تجمع ما بين المتصدر بيراميدز ضيفا على إمبي الشاكي أكتر من مرة للجنة المسابقات وإدارة المسابقات، عندنا مشكلة في كذا، عندنا مشكلة في كذا، وأخيرا رفع حدة التصعيد قائلا مهما كلفتنا الشكوى من عقوبات وغرامات متمسكون بحقنا في تكافؤ الفرص. التفاصيل هنحكي لكم عنها لكن بعد ما نتكلم عن ماتش الإسماعيلي مع الأهلي. دي أول مواجهة للأهلي ما بعد التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، عنده مجموعة من المباريات المحلية المقبلة طبقا لما هو مقرر، آخر واحدة منهم قبل أسبوع من مباراة الذهاب أمام الترجي التونسي في رادس، وبالتالي حول الأهلي اهتماماته دلوقتي من أفريقيا إلى الدوري، محاولة جمع 12 نقطة تقربه جدا من الصدارة في مرحلة ما قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا. لكن بداية هذه المجموعة هي مواجهة الإسماعيلي اللي مهما كانت ظروفه فهو بكل تأكيد بيبقى بالنسبة للأهلي منافس لابد من التركيز أمامه بقوة، هكذا يفكر مارسيل كولر اللي خرجت قائمته ببعض المفاجآت. تعالوا نستعرض قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي يوم الأربعاء. الأهلي قائمته على مستوى حراسة المرمى مصطفى شوبير، محمود الزنفلي يعود بأنه مش مقيد إفريقيا، ومصطفى مخلوف ليغيب الشناوي هنحكي. خط الدفاع علي معلول، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، محمود متولي العائد بعد غياب، محمد هاني العائد للمشاركة طبعا متولي بعد غياب، محمد هاني، أكرم توفيق، وعودة عمر كمال غير المقيد إفريقيا. في الوسط مروان عطية، أحمد الحمد لله على السلامة، مروان عطية بيعود، أحمد نبيل كوكا، عمرو السلية، إمام عاشور، رضا سليم، أحمد عبد القادر، بيرسي تاو، حسين الشحات، وفي المقدمة الثلاثي الهجومي أنتوني مودست، محمود عبد المنعم كهربا، ووسام أبو علي. عشان تبقى غيابات الأهلي قدام الإسماعيلي، محمد الشناوي للإصابة جديدة تعرض ليها امبارح قلنا لكم عنها،
ولأسباب فنية بقى خالد عبد الفتاح، ياسر إبراهيم ربما ممكن تسميها عدم جاهزية، أليو ديانج ممكن برضو تسميها عدم جاهزية، كريستو معتاد الغياب، نيدفيد، كريم فؤاد، طاهر محمد طاهر من جديد بيغيب، كريم الدبيس، ومعهم محمد مجدي أفشة. محمد مجدي أفشة احنا ما سقطناهوش بعينينا يعني، لكن حبينا نتكلم عنه في الآخر لأنه غياب محمد مجدي أفشة ده حدث نادر، حدث نادر. انت بتتكلم انه لأول مرة من يوليو 2023، لأول مرة من يوليو 23 يعني تقريبا من سنة، ولأول مرة هذا الموسم بالتبعية يبقى بره قائمة الأهلي كاملة. ممكن أفشة يبدأ أساسي، ممكن جدا يقعد دكة، ممكن جدا يبقى على الدكة ما يشاركش كمان، لكن خروجه من القائمة حدث نادر منذ انضمامه للأهلي. أعتقد أفشة كان أكتر لعيب في الأهلي لعب ماتشات الموسم اللي فات على مستوى الأرقام اللي حققها لاعبو الأهلي، ولكن وراء ذلك سبب. السبب هو أنه أفشة بعد مباراة الأهلي مع مازيمبي الكونغولي في إياب نص نهائي دوري أبطال إفريقيا راح لكولر اتكلم معاه، قال له أنا ليه ما بلعبش؟ أنت دايما بتقول أن اللي بيتمرن كويس هيلعب، وان اللي بيشارك في التدريبات بانتظام هو اللي ليه الفرص، بس انت النهارده امام عاشور لسه راجع من الاصابه، لما خرجت عمرو السوليه نزلته، وبالتالي انا مش فاهم مبرراتك او مش فاهم ايه اللي ممكن اعمله علشان يكون ليا دور. طبعا ده بيجي بعد سلسله مباريات كان فيها مستاء أفشة من عدم المشاركه. رد الفعل على الكلام اللي قاله أفشة وهو لم يتجاوز ولم يخطئ ولم يعاقب حتى ماليا، يعني لم يبلغ أفشة بعقوبة مالية بعد المناقشة دي، لكن رد الفعل الفني هو استبعاده من قائمة الأهلي أمام الإسماعيلي، بينما محمد الشناوي بيغيب عن هذه المواجهة بسبب الإصابة بتاعت السمانة امبارح، شد خفيف في عضلة السمانة. ما نعلمه أن الإصابة بتستدعي غيابا أو راحة لمدة 7 أيام بالتبعية. بالنظر لجدول ماتشات الأهلي، الإسماعيلي بيغيب عنه في مواجهة الإسماعيلي محمد الشناوي، وأعتقد أنه كمان ماتش الجونة لن يكون جاهزا لقائمة الأهلي قبل مواجهتين من نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي. على التليفون نجم من نجوم النادي الأهلي الكابتن عمرو أنور. كابتن عمرو أهلا وسهلا بيك، منورنا. أهلا بيك يا هاني، إزيك؟ أهلا بيك وأهلا بكل مشاهدي صدى البلد. زي الفل، كلنا وحشتنا ومبسوطين بسماع صوتك. أول مواجهة بعد تأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا، فأنت بتبقى ما بين أن أنت لسه متأهل، ما بين أن أنت باصص للنهائي، لكن 4 ماتشات مهمة محلية بدايتها قدام إسماعيلي، شايف إزاي المواجهة؟ مباراة كبيرة يعني، مباراة جماهيرية طبعا، الأهلي والإسماعيلي، بغض النظر عن يعني ظروف الاسماعيلي او ترتيب الاسماعيلي في الدوري او حاله الاسماعيلي حتى في المباريات السابقه او نتائجه، انما هي في الاول وفي الاخر هي مباراه جماهيريه، مباراه ما بين فرقتين كبار، المفروض انها يعني تشهد يعني فنيات عاليه. الاهلي زي ما انت قلت عنده 4 مباريات مهمه جدا الفتره اللي جايه، هتبقى 4 مباريات مضغوطه، فاعتقد ان يعني كل نقطة هتبقى مهمة، لأن برضو الأهلي فقد نقط، مش عايز أقول كتير بس يعني فقد نقط في ماتشات قليلة، الماتشات اللي هي اللي فاتت اللي كانت قبل ماتش مازيمبي، بنك الأهلي وإمتي، مفيش مجال يعني مفيش مجال في ال4 مباريات اللي جايين دول إن الأهلي يفقد نقط لو عايز يعتلي صدارة الدوري يعني. فهي الفكره ان انت هتلعب ماتشات كتير وماتشات تقيل في وقت قليل، محتاج ان انت تجمع منها اكبر عدد من النقط، ما كانش ان انت محتاج تجمع النقط كلها عشان تاخد صداره الدوري تاني. ايوه، فاعتقد ان الفتره اللي جايه دي هيبقى فيها برضو جزء كبير جدا من التدوير، وهيبقى فيها برضو جزء كبير من ان انت اللعيبه اللي ما بتلعبش بشكل منتظم هتاخد دقائق كتير الفتره اللي جايه، لان انت برضو بتلعب مش في اتجاه واحد، انت بتلعب في الدوري وعينك برضو على نهائي افريقيا. ايوه، فده لازم هيبقى فيه توازن شويه. ايه شكل التدوير والتوازن ده كابتن عمرو؟ لانه دي برضو بتبقى بشكل او باخر محيره للمدرب، انت عايز النقاط كامله وعايز اللعيبه جاهزه للنهائي المهم، فبتبقى اكيد فيها حيره بشكل او باخر.
فيها حيرة، نعم بس دي هتبقى يعني ممكن ما يبقاش فيها حيرة كبيرة لو انت عندك عدد لعيبة كبير جاهز، لو انت عندك مستويات متقاربة، ما عندكش فوارق في المستويات، يعني فروق شاسعة في المستويات اللي هي تخليك تقلق ان انت تعمل تدوير، وده موجود بشكل كبير في النادي الاهلي. يعني انا برضو شايف ان اللعيبة اللي موجودة واللعيبة اللي هي ما بتشاركش بشكل اساسي او بشكل مستمر، لا شايف ان المستويات متقاربة، مش ما فيش فروق كبيرة قوي، وهو ده يمكن اللي مجرأ كولر الفترة اللي فاتت انه يعني يتبع سياسة التدوير دي بشكل منتظم، سواء تمام. ان كان في بطولة افريقيا او في الدوري. يعني ايوه محمد الشناوي ربما يكون مش 100% كان جاهز، او ربما وحشته الملاعب فرجع التدريبات بدري بحسب بعض الاراء اللي موجوده جوه النادي الاهلي. تعرض لاصابه مختلفه عن اصابه الكتف، اصابه في السمانه، فغاب مره تانية. بتشوف ازاي المشهد ما بين محمد الشناوي الحارس المخضرم الحارس الاول لمصر، وما بين ارتقاء اسم مصطفى شوبير وثباته في تشكيل الأهلي في الفترة اللي فاتت، وبالتالي المنافسة اللي في المكان ده؟ يعني أنا شايف طبعا إن النادي الأهلي دلوقتي محظوظ، يعني دايما أنت معظم الفرق بتلاقي عندها حارس أول وحارس أساسي وبيبقى البديل بتاعه أو الحارس التاني بيبقى مستواه بعيد شوية عن الحارس الأول. أنا شايف النادي الأهلي دلوقتي محظوظ إن بقى عنده جونين مستواهم عالي جدا، مستواهم يعني مش عايز أقول قريب من بعض، لأن طبعا في فرق سنين وفرق خبرة كبير جدا ما بين الشناوي وما بين مصطفى، ايوه انما انت بقى عندك جونين كويسين، بقى عندك جونين كبار تقدر تعتمد عليهم في الماتشات المهمه وفي الماتشات الكبيره. انا شايف النادي الاهلي، يعني انا شايف النادي الاهلي دلوقتي يعني عنده ميزه مش موجوده في فرق كتيره جدا في الدوري. يعني يعني كان من هل فتره فيها ان انا تدوير شفت دي كمان ولا صعبة في الأهلي ما حصلتش من التدوير زمان؟ ده. بص يا هاني، التدوير ده ما حصلش غير مع كابتن ثابت الله يرحمه وكابتن اكرام، مظبوط. دول الاثنين الوحيدين اللي هم اخترعوا قصه التدوير عشانهم. الكلام ده كان في السبعينات والثمانينات، ايوه يعني فاهم قصدي؟ ايوه القصه دي ما يعني من بعد الكابتن ثابت والكابتن اكرامي ما بقتش موجوده اصلا. والقصه دي خلي بالك ما هياش موجوده في اي حته في العالم. يعني مظبوط. في اي حته في العالم هتلاقي الحارس رقم واحد والحارس رقم اثنين مهما كان الحارس رقم واحد. يعني انت النهارده مثلا مهما كان انا تقارب بكلم المستويات مثلا مهما موجود. كان، ومهما كان الحارس الاول ده عنده قصور في حاجات او عنده مثلا دروب في وقت من الاوقات في مستواه، لا هيفضل هو الحارس الاول. مفهوم. وادي لك مثال بريال مدريد، يعني انت النهارده يعني شوف الـ المستوى العالي جدا اللي عامله حارس ريال مدريد لونين. دلوقتي، تمام؟ وانا متاكد ان اول ما كورتوا هيرجع هيلعب. مفهوم. فدي ما عشان كده بقول لك هي دي بترجع للسيستم اللي ماشي بيه المدرب، ايوه او السيستم اللي ماشي بيه مدرب حراس المرمى، او السيستم اللي ماشي بيه الفريق. فانا شايف ان هنا الامور برضو في الحته دي بتاعت حارس المرمى انا شايف انها مستقره ومش هتقدر تحكم عليها ولا هتقدر تحكمها غير لما الشناوي يرجع بنسبه 100%. ايوه مفهوم. هتقدر تشوف مين الاجهز، لان برضو في نقطه مهمه جدا في الكوره وانت اتكلمت فيها دلوقتي. يعني انت قلت الشناوي رجع التمرين ودخل التمرين بقوه وهو مش جاهز 100%، فلما بقى مش جاهز 100% جاله اصابه ثانيه، جاله اصابه مختلفه. فهي في نقطه مهمه جدا لازم تتحط في الاعتبار، اللي هي لازم الاجهز هو اللي يكون موجود في الملعب ايوه مفهوم. مهما كان الاسم، مهما كان الوضع، ومهما كان التاريخ، لازم الاجهز واللي رجليه في الملعب هو ده اللي لازم يكون موجود في الملعب، لان انت تمام داخل على مباريات مهمه، مباريات حرجه لا تحتمل الاسم على اثنين، تمام سواء في الدوري او في الكرة. بكل تأكيد. أنا بشكرك جدا كابتن عمرو أنور نجم النادي الأهلي السابق على وجودك معنا تعليقا على مواجهة الأهلي مع الإسماعيلي. ليه بقول قصة عدم التعجل بعودة محمد الشناوي أو بأي لاعب مصاب؟ يمكن دي كانت في وقت من الأوقات عملت مشكلة في النادي الأهلي، وتحديدا على المستوى الطبي من نفس الحالة، يعني محمد الشناوي لكن في وقت سابق، وكان وقتها حتى حصل رحيل جهاز طبي، اعتقد كان الدكتور احمد ابو عبله وقتها في النادي الاهلي، وكان برضو اصابه محمد الشناوي اللي قال انه جاهز بينما الراي الطبي كان انه مش جاهز. بعدها رجع محمد الشناوي وكان بيلعب. هو محمد الشناوي عاده بيرجع وهو مش 100%، على فكره ما فيش لعيب اصلا جاهز بنسبه 100%، بس على الاقل في
مش جاهز بنسبة 100% بس ينفع يلعب، وفي مش جاهز بنسبة 100% بس ما ينفعش يلعب، هتبقى فيه خطورة. محمد الشناوي بيلعب بنسبة خطورة أقل، بس هو عادة بيلعب على إصابة في السنوات اللي فاتت. ومحمد الشناوي دي اللي عنده، عنده الحماس وعنده الرغبة إنه على طول يبقى جوه أرض الملعب، وإنه ما يخرجش، وإنه ما يسيبش مكانه، وإنه ما يسيبش فريقه، سواء الفريق فيه حارس موجود أو فيه غياب لأهم عنصر اللي هو الحارس محمد الشناوي. دلوقتي أنا بشوف إنه بالنظر للمدة اللي حددت من بعد إصابة محمد الشناوي في مباراة مصر والكونغو الديمقراطية ووقت عودته دلوقتي، تحس إن الوقت أقل بكتير. طبعا ده ممكن يبدو إنجازا، لكن في نفس الوقت مهم إن السوابق أو القصص السابقة أو قصة الجهاز الطبي السابق ما تبقاش مؤثرة في الوضع الراهن. وإن كان عشان تبقى كل الأمور واضحة، ما تحدث عنه مارسيل كولر مؤخرا عن دفاعه عن الجهاز الطبي الحالي بقيادة الدكتور أحمد جاب الله، كان بأنه الراجل بيقوم بدوره على أكمل وجه، وأنه أفضل جهاز طبي من الثلاث أجهزة اللي تعامل معها منذ وجوده في الأهلي. لكن أحيانا حالة اللاعب ورغبته ممكن بتعوض شوية من الحالة الطبية فتؤثر على المدى المستقبلي. معلش هرمي عينيا وأنا معاكم كده شمال شوية، أقول لكم إن الدقيقة بقت 80 دلوقتي في مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ، وما زالت النتيجة بايرن 2-1 الريال، وسيرجي جنابري بيدفع بيه دلوقتي بديلا لتوماس مولر. ده على مستوى الأهلي. ماذا عن الإسماعيلي؟ لا يخفى على أحد أن الإسماعيلي مش في أفضل حالاته، بقاله عدة مواسم، ولكن بالنسبة له زي ما قال الكابتن حمد إبراهيم معانا من أيام، دايما مواجهة الأهلي بتكون مختلفة وبتكون دافع للاعبينا. وما هو جديد على مستوى الإسماعيلي كمان أنه بيعود إليه باسم مرسي لأول مرة منذ 4 أشهر بالتمام والكمال، أو 4 أشهر إلا يوم. آخر مباراة ظهر فيها باسم مرسي في قائمة الإسماعيلي كانت مواجهة المصري البورسعيدي في 1 يناير 2024، وفي قائمة الأهلي المعلنة من الكابتن إيهاب جلال النهاردة ظهر باسم مرسي بعد أيام من عودته إلى التدريبات. عقبالك يا أحمد يا محسن، لأن الاثنين كانا مستبعدين من التدريبات الجماعية في الأشهر الماضية. عاد باسم وعقبال محسن، أما قائمة الإسماعيلي لمواجهة الأهلي فهي كالتالي: في حراسة المرمى أحمد عادل عبد المنعم، محمد فوزي، كمال السيد، في الدفاع محمد عمار، محمد نصر، حمدي النجاز، عبد الكريم مصطفى، عصام صبحي، مش موجود الدسوقي يعني. خط الوسط: عماد حمدي، محمد بيومي، عمر الساعي، محمد مخلوف، محمد حسن، محمد عبد السميع، عبد الرحمن مجدي، مروان حمدي، نادر فرج، احمد الشيخ. في الهجوم باسم مرسي وعاد ايضا خالد النبريسي، ومعهم ايريك تراوري وحماده صلاح. هل يشارك باسم او خالد، ولا نادر فرج هيبقى هو المهاجم، ولا إيريك تراوري هيبقى هو المهاجم؟ ضربة جزاء لريال مدريد. كيم زي ما غلط في الضربة أو في الهدف الأولاني، راح مسك المرة دي بقى رودريجو وراح موقعه، ووقع بذكاء شديد رودريجو، واحتفل وهو على أرض الملعب واقع بضربة جزاء بقرار تحكيمي قبل 10 دقائق من نهاية المباراة، مع بطاقة صفراء بيحصل عليها كيم من جي في وقت كمان موجود فيه لوكا مودريتش، لاني ما كنت شفت التغييرات كامله، وحسره واضحه على كيم اللي تسبب قبل 8 دقائق من نهايه المباراه في ضرب الجزاء. ما تيجوا نتابعها كده، لكن نشوف ايه اللي هيحصل فيها. بالمناسبه بس قبل ما تتلعب ضربه الجزاء اللي هينفذها فينيسيوس جونيور، ولا نحكيها الاول؟ يلا نحكيها. فينيسيوس جونيور بيبص للسما بيدعي، وبيحط الكرة على منطقة الجزاء، والحكم رايح يقول له لا معلش حط لي الكرة في مكانها. مانويل نوير واقف على جوه المرمى وبيبدأ يتحرك كده حركات خفيفة على خط المرمى، تركيز واضح بحسب الكاميرات في وجه فينيسيوس جونيور اللي عايز يزود أهدافه في البطولة وأهدافه في المباراة النهاردة بعد ما كان صاحب الهدف الأول والوحيد حتى الآن للريال. الدقيقة 83، نوير في مواجهة فينيسيوس جونيور، هل تعادل أم يحافظ نوير؟ تعادل في نص الجول تقريبا، متطرفة سنة ناحية اليمين، نوير راح الناحية التانية أو ناحية الشمال، ونوير راح الناحية التانية ناحية اليمين، ويسجل فينيسيوس جونيور الهدف الثاني لريال مدريد، لتصبح النتيجة 2 بايرن 2 الريال. قبل دقايق قليلة من نهاية المباراة، وقبل أسبوع من مباراة العودة،
ايه اللي هيحصل في الدقايق اللي جايه؟ خلونا نشوف. كان في تغييرات اتعملت، مودريتش مكان بيلينجهام، ابراهيم دياز مكان توني كروس، وكامافينجا مكان ناتشو. كامافينجا مكان ناتشو ايه، بيلعب مساك ولا ايه؟ ممكن يكون باك شمال. جنابري مكان مولر، ده لسه قايلينها من شويه بالنسبه لبايرن ميونخ. 2-2 النتيجه، مع احتفالات لوكا مودريتش اللي نط ونزل على الارض، لان الجول ده يفرق كتير قوي قبل مباراه العوده في سانتياغو برنابيو الاسبوع المقبل. معانا على التليفون بالحديث عن الاسماعيلي الكابتن ابو طالب العسوي، نجم الكره المصريه والاسماعيلي السابق. كابتن ابو طالب، اهلا وسهلا بيك، منورنا وعاش من سمع صوتك. كابتن ابو طالب، اهلا وسهلا. هاني الله يحفظك، اخبارك ايه؟ الفل وتحياتي لحضرتك والساده المشاهدين. منور الدنيا كلها ووحشتنا. وماتش مرتقب للاسماعيلي في مواجهه الاهلي، بالنظر لظروف الاسماعيلي وبالنظر لقيمه المباراه بشكل عام من الناحيه الجماهيريه، شايفها ازاي؟ طبعا اكيد. انا بس في البدايه سامعك بتتكلم على مباراه البايرن والريال مدريد. ماتش طبعا جميل، واحنا بنتعلم وقاعدين كلنا يعني بنستمتع. وزي ما حضرتك قلت، انت بتلعب النهارده ريال مدريد، انت النهارده رحت كورتين ثلاثه عمال تضيع، وانت عارف ان الريال في نص فرصه هيتعادل وهيكسبك في اي لحظه. فهي دي قيمه النادي وقيمه اللعيب اللي عنده شخصيه، اللي عنده جرأه، اللي عنده بيجيب البطوله في ثانيه، ما بتفرقش معاه. ده قيمه اللاعب اللي عنده شخصيه. مظبوط. ايه اكتر طبعا حاجه كمدير فني بيحاول انه يتفرج على الكره العالميه يتعلم منها، بتحس انك اتعلمتها من ماتش زي النهارده، بما انك اشرت لده كابتن ابو طالب؟ بص يا استاذ، يعني زي ما قلت لحضرتك كده، احنا بنقعد مش بعين المشاهد العادي، احنا بنقعد بعين المدرب اللي عايز يستفيد من الاثنين هيد كوتش اللي موجودين. وطبعا مستر انشيلوتي يعني من احسن مدربين في العالم، ان لم يكن رقم واحد في العالم. انشيلوتي، شوف التدخلات وشوف التغييرات اللي حضرتك قلت عليها. شوف بلينجهام النهارده في التايم اللي خرج فيه كان بعيد عن مستواه خالص. وعنده من الجرأه، من الشخصيه، ومن الرؤيه انه يسحب لعيب بقيمه بلينجهام ويدفع باللعيبه بالتغييرات من بره، بمودريتش وكامافينجا ودياز. ودياز ليه؟ انه الراجل عنده الثقه في كل لعيبته، ومجهز كل اللعيبه، ومحضر اكتر من سيناريو، وشايف الشغل اللي بيعمله اللي في الملعب، وازاي يتدخل مع المتغيرات ويتعامل معاها في الملعب. تمام. بيتعامل ازاي مدرب كبير؟ ازاي النهارده بيتعامل مع المتغيرات؟ بفرح لما بلاقي مدرب زيك كده بيدي حق كارلو انشيلوتي، لان كارلو انشيلوتي مش عارف ليه السمعه، هي ممكن تكون جايه من كلام لاعبين اتمرنوا تحت قيادته، بس السمعه بتاعت انه بس محظوظ او انه بس بيعرف يتعامل مع لعيبته دي، فده اللي مخليه واخد كل البطولات دي، بحسها ظالمه قوي يعني. لا بص يا استاذ هاني، انا الحظ ده شيء جميل جدا، التوفيق ده حاجه مهمه جدا. وانت ما تكون مدرب شاطر ومعاك توفيق، ده تبقى حاجه جميله قوي. معاك كمان بقى خامه، بقى لعيبه على مستوى عالي تقدر تنفذ فكرك وتستوعب الكلام اللي بتقوله. ده حاجه. احنا ريال مدريد طول عمرنا بنقول مثلا مع من سنتين ثلاثه احسن تيم في العالم ريال مدريد. بس عمرنا ما شفنا ريال مدريد بيدافع بالطريقه كده يا استاذ هاني، وبالحكمه دي، وبالعدد ده، وبالتمركز ده، وبالتحولات دي، وبالميلان ده، وبالتحركات دي. زي هو بيديلك، هو كمدرب بيدي لك الحته اللي عايزك تهاجم منها. ايوه مظبوط. هو بيقفل لك القلب الملعب وبيدي لك الاطراف، بيهاجم الاطراف. تمام. مش مشكله، بيديها لك، هو قاصد وعارف. كلام جميل قوي. وعلى ذكر بس الماتش قبل ما نسيبه ونروح للاسماعيلي، فحصل تغييرنا واحنا بنتكلم، ديفيز نزل مكان لرواس ساني في بايرن ميونخ، وخوسيليو نزل مكان رودريجو، وتشواميني بقى قلب دفاع اهو لما نفسه طلع. شوف التغييرات، شوف التغييرات، تغييرات ايه بره الملعب وجوه الملعب؟ جوه الملعب. شوف النهارده، ما هو في تبديل، التبديل ده من بره الملعب اسمه تبديل، صح. التغيير جوه الملعب اسمه تغيير من مكان لمكان. زي تشواميني الراجل، انشيلوتي ده مدرب عالمي يا استاذ هاني. لو عمره اشتكى ان عنده اثنين سردباكات واستوبارات متعورين، ولا عمره اشتكى قال لك انا عندي باك رايت ما بيلعبش زي كارفخال بقيمته الدفاعيه والهجوميه ورخمته في الناحيه الدفاعيه، ولا لا بيوظف. صح. معاه تشواميني ده يلعب ستوبر، يلعب نص ملعب، يلعب ازاي، بيتحركوا ازاي، وبعدين
شوف ما بيلعب تمركز 6 ولا بيلعب 8 ولا 7، شوف بتلاقيه فين على ال 18 بتاع السيمي الثاني، أيوة. وبعدين تلاقيه على ال 18 بتاع فرقته. تحركات واعيه جدا، احنا بنقعد نستفيد، وزي ما قلت لحضرتك لا مستوى غير، واحنا لازم احنا قاعدين نشوف ايه اللي بيحصل في الملعب، يا اما نبقى هنبقى زينا زي اي حد بيتفرج. صح تماما. من قمه اوروبيه الى قمه مصريه، الاسماعيلي في مواجهه الاهلي شايفها ازاي يا كابتن؟ انا شايف، بص انا طول عمري اقول مهما الظروف اللي بيمر بيها النادي الاسماعيلي، النادي الاسماعيلي يا استاذ هاني الضلع الثالث للكره المصريه. تمام. النادي الاسماعيلي اسمه كن. الاسماعيلي بالتاريخ وبالارقام هو إيه، زي ما بقول لك ثالث نادي بعد الاهلي والزمالك في حصد البطولات. اول نادي عربي مصري افريقيا، او اكتر نادي خد ثالث دوري عام. اكتر نادي خد رابع دوري عام، دي أيوة. ارقام رغم بقى لنا 3 سنين ولا حاجه بعيد عن مستوانا وبعيد. صح. عن النتائج وبعيد عن مكانه الاسماعيلي وبعيد عن كوره الاسماعيلي الحلوه، لكن يبقى الاهلي والاسماعيلي الزمالك والاسماعيلي دي مباراه قمه يا استاذ. ايوه. وليها حساباتها الخاصه. والنادي الاهلي ما بيجي يلعب النادي الاسماعيلي مش زي ما بيلعب اي تيم تاني. صح. ابدا، حتى في الظروف اللي فيها نادي اسماعيلي بيعمل نادي اسماعيلي 1000 حساب، ان قيمه اسم نادي اسماعيلي اسم كبير وقيمه كبيره، فمن هنا دايما بتبقى مباراه قمه. زي ما بقول لحضرتك كده، وانا متخيل متوقع المباراه هتبقى فيها شغل كبير جدا من الاثنين مدربين. طبعا هيبقى في شغل تكتيك عالي، هيبقى فيها زي ما بقول لحضرتك فيها يعني مش هيبقى فيه فرص كتير، مش هيبقى فيه مساحات فاضيه كتير. اتوقع واتخيل، انا بقول اسماعيلي ممكن يعمل درون ان شاء الله بكره، يعني يعمل تعادل. ده يبقى مرضي بالنسبه لك كابتن ابو طالب التعادل؟ في الظروف اللي احنا فيها. في الظروف اللي احنا فيها بيمر بيها النادي الاسماعيلي، وفي الظروف اللي ماشي بيها النادي الاهلي والنتائج في افريقيا، يمكن في تذبذب في المستوى في الدوري، ومستر كولر يعني انا شايف انه بدا يعني برضه بيعمل حاجات مش هي زي اول ما جه. زي ايه؟ يعني بقى بتغييرات، يعني برضو فيها كلام، تشكيل الفريق في كلام، عينه على اللعيبه. انا شايف ان هو عينه على اللعيبه مش احسن حاجه يا استاذ هاني بامانه. يعني انا شايف مستر كولر عينه على اللعيبه مش احسن حاجه. في ايه تحديدا؟ اديني مثال. يعني كتير جاب لعيبه كتير النادي الاهلي ومشاها. جاب لعيبه، في لعيبه كتير في النادي الاهلي، مثلا احمد عبد القادر الاخر عايز يمشي عبد القادر. عبد القادر ازاي يمشي عبد القادر؟ ما رجعه هو الولد، رجع ما شاء الله احسن. مش في مزاجه، ما هو رجع مش في مزاجه. ازاي لعيب زي دي اليو ديانج ده ما يلعبش في النادي الاهلي؟ راجل يلعب في اوروبا. ازاي انت معيده؟ ازاي انت النهارده زي ما بقول لك كده في بعض التبديلات، يعني من تيم لتيم، وبعض التغييرات والتوقيتات كمان، بقت فيها تأخير كتير في التغييرات. تمام. في الماتشات يعني دي ملحوظ على مستر كولر الفترة الأخيرة. الفترة الدائمة، يمكن ده مؤخرا بس بدأ يبدر التغييرات أو التبديلات. الله ينور عليك. دي نقطة. انت النهاردة انت بقالك كام سنة بتقول عايز تعمل مثلا إحلال وتجديد، عايز طب انت كان عندك ناصر ماهر ده من أحسن لعيبة في مصر. وابنك وعاره هنا وعاره هنا، طب بقى كويس ما جيبوش ليه؟ لو انت، انا بتكلم عنك بقى كنادي، لا لو انت مستر كولر اللي عينك بقى خبيره وكذا. انت فاهمني؟ تمام. النهارده احمد حمدي وناصر ماهر عاملين طفره كبيره جدا في نادي الزمالك، وهم اساسهم ولاد النادي الاهلي. ما تيجي نروح للاسماعيلي شويه، نص ملعب الاسماعيلي ايه الانسب ليه بكره قدام الاهلي؟ الاسماعيلي زي ما بقول لك هو عنده طبعا مشكله في الناحيه الدفاعيه. غياب دسوقي ده غياب مهم جدا. انا شايف ان دسوقي السنه دي من افضل اللعيبه في لما دخل في العمق كمان، لما دخل في العمق ستوبر 10 على 10، وانا شايف ان ده مكانه خلاص. ما يلعبش باك ليفت تاني غير لظروف، لكن هو خلاص. فنص الملعب يبقى اعتقد يبقى في بيومي، في عماد حمدي، في محمد حسن، ازاي كابتن ايهاب طبعا عنده بقى بخبرته وقرايته لمستر كولر والنادي الاهلي الفتره الاخيره، اكيد هيقفل نص ملعبه كويس. عنده الساعي، عنده عبد الرحمن يقدر يعمل التحولات، عنده نادر يقدر يعمل الجهد والجري ويبقى اللطشه اللي يقدر يعني فاهمني. بس مرسي في القايمه ممكن نشوفه بكره ولا لسه صعب؟ مين؟ باسم مرسي. بس مرسي انا بقول برضو لعيب عنده خبره، ولعيب ممكن جايز من الوارد جدا انك تلاقيه، انه حتى باسم لو بعيد عن مستواه، لو بقاله فتره مش بيشارك، لكن عنده حسه التهديف، عنده التحرك الواعي، عنده التمركز السليم كفروت، ويعرف يتعامل مع المواقف الصعبه، لانه عنده من الخبرات انه يقدر يتحرك في مكان يقدر يجيب منه جول. ايوه
بدماغه برجله يقدر يعمل جول، يقدر يجيب جول زي الشيخ الفتره الاخيره. الشيخ الفتره الاخيره رجع ازاي؟ هو اصلا لعيب عنده موهبه، لعيب كويس، لعيب كوره، بقى له فتره ما بيشاركش، بقى له فتره مش جاهز، لكن الكوره موجوده والفكر موجود والفهم موجود والرؤيه موجوده. هل ممكن التوفيق، بما انك اتكلمت عنه بخصوص كارلو انشيلوتي اللي صاحب باسم مرسي في مواجهات الاهلي وهو بيلعب سواء في الزمالك او المقصه او اعتقد حتى مع الاسماعيلي ربما سجل، ده ممكن يكون سبب ورا انه يدخل قائمه ماتش الاهلي ولا لا فكره بس وقت من ده؟ من هو ده هو وارد انه يسجل عشان في لعيب محظوظ على نادي، وارد مدرب محظوظ على مدرب، وارد مدرب محظوظ على نادي، وارد كل ده في الكوره. لاعب محظوظ على نادي موجود في الكوره. لكن هو من فتره كان يعني كان في كلام ان باسم وهاشم ومين يرجعوا الفرقه ويبقوا كذا، هم مش بعيد. وباسم زي ما بقول لك هو عنده خبره ولاعيب كبير، مش لعيب مش صغير. تمام مظبوط، يقدر الوقت اللي يلعب فيه يعمل احسن حاجه. تمام، انا بشكرك جدا كابتن ابو طالب العسوي نجم الكره المصريه والاسماعيلي السابق، نورتنا وشرفتنا. وبنهايه المداخله، انتهت مباراه بايرن ميونخ مع ريال مدريد في ذهاب نص نهائي دوري ابطال اوروبا بالتعادل 2-2 ما بين البافاري والملكي، علشان ننتظر مباراه العوده في سانتياغو برنابيو لنعرف من سيتاهل. هي نتيجه غير حاسمه لاي شيء، وان كانت افضليه بس الارض والجمهور لصالح الريال في مباراه العوده، انما لا فائز بعد مباراه الذهاب حتى الآن. الأهلي النهاردة هو والاتحاد السكندري تأهلا إلى نهائي بطولة كأس مصر للكرة كرة السلة على حساب الجزيرة والزمالك بالترتيب. الأهلي كانت مباراة مثيرة قوي مع الجزيرة، وكان الجزيرة متقدم بفارق نقطتين لحد آخر كام ثانية، والجزيرة كان هو اللي مسيطر وماشي كويس قوي في المباراة، لكن بثلاثية لعمرو الجندي رائعة في آخر 5 ثواني لعب الثلاثية واقتنص الأهلي الفوز بفارق نقطة بنتيجة 67-66 ليتأهل إلى النهائي. أما الاتحاد والزمالك فالتقيا وكانت بعدها على طول وفي نفس الصالة، وفاز بنتيجة 76-68، خلص الشوط الأول متقدم وكان ماتش قوي. الزمالك رجع أحسن الشوط الثاني شوية، لكن الاتحاد حافظ على التقدم وانتهت المباراة بفوز الاتحاد، ليضرب موعدا مع الأهلي في نهائي كأس مصر كرة السلة يوم الخميس لنرى من سيكون المتوج. بعد الفاصل إلى أخبار الزمالك وأيضا بعد أخبار الدوري، خليكم موجودين معنا في الماتش. اهلا وسهلا بكم مره تانية في الماتش. في الزمالك النهارده ببيان رسمي اعلن عن انه تم مد اجل الحكم في قضيه جيمي باتشيكو المدير الفني الاسبق للزمالك الى يوم الاول او 31 من شهر يوليو المقبل. ده هيكون في وقت الصيف، وهيكون الزمالك ساعتها حاول انه يحل ازمه خالد بوطيب مع شهرين لحلها، اللي هي بالفعل واقفه الزمالك عن القيد. تاجيل الموضوع لحد 31 يوليو معناها انه الزمالك يعني لسه هيكون عنده المشكله بتاعه القيد. والقصه لو انتوا بس عايزين تفتكروا تفاصيلها، كانت انه الفيفا كان الزم الزمالك بسداد مبلغ 450 الف يورو لجيمي باتشيكو، لكن هو اعترض على ده وكان عايز مستحقاته السابقه واللي هو وباقي قيمه عقده، اللي هو عايز 1.5 مليون يورو او دولار تقريبا. يعني تعالوا نشوف بيان الزمالك اللي جاء على لسان الاستاذ عمرو ادهم عضو مجلس الاداره، اللي كشف عن تلقي النادي لاخطار رسمي من المحكمه الرياضيه الدوليه يفيد بمد اجل الحكم في قضيه البرتغالي جيمي باتشيكو حتى 31 يوليو المقبل. كان باتشيكو تقدم من قبل بالشكوى للحصول على مستحقاته المتاخره والشرط الجزائي وباقي قيمه عقده مع النادي. بعدها الفيفا اصدر قرارا بالزام الزمالك بسداد 450 الف يورو. اعترض باتشيكو، تقدم باستئناف في المحكمة الرياضية على الحكم الصادر. وفي الختام الزمالك بيعلن انه بيسعى لانهاء كافة القضايا على النادي في الفترة الحالية برئاسة الكابتن حسين لبيب بعد فترة من القضايا استمرت لسنوات وحملت ميزانية النادي ما يفوق 5 ملايين دولار. طبعا مشكلة كبيرة جدا في الزمالك، ولكن أنا النهاردة كنت بسمع مع الزميل إبراهيم عبد الجواد الكابتن حسين لبيب بيتكلم إن إحنا حتى مش عارفين نبص قدامنا، مش عارفين نشتغل على مستوى اللي قدامنا دلوقتي، إحنا كل اللي إحنا فيه بسبب ضيق الوقت شغالين بس على اللي فات. فهي وهو طلب من الجمهور الانتظار أو الصبر والتحمل، وهي أعتقد إن مفيش ظروف أكتر من دي تستحق الصبر
ويمكن الهدوء اللي حاصل جماهيريا جاي بسبب انتصارات كرويه افريقيه تاهل للنهائي، ولكن حتى في حاله النتائج السلبيه لا قدر الله بالنسبه للزمالك يعني سواء قاريا بشكل عام تحديدا، دي مهم جدا الدعم اللي حاصل لمجلس الاداره على مستوى الفتره اللي فيها الزمالك دي، لانه مثلا مش بيتدلع المجلس، مثلا مش بيقول ان في مشاكل وهي ما فيهاش مشاكل، هي مشاكل قائمه وفي مشاكل في الحاضر، لكن المشاكل السابقه هي اللي بتلقي بظلالها على الحاضر، فمهم ان تتحل، ويبقى الزمالك بيحاول يشتغل على الجانب الجانبي او الموازي وهو الحاضر، وان كان الحاضر بالتاهل للنهائي مفيد للماضي بالنظر لان نتائج الكونفدراليه اذا تحققت بقيمه المكافئات اللي فيها اكيد الزمالك هيستخدم جزءا كبيرا منها في مشاكله الماليه سواء في قصه خالد بوطيب او جيمي باتشيكو. في الدوري وفرجاني ساسي، بما انه دي قضايا ايضا عالقه غير اللي الزمالك اشتغل عليها او شغال عليها. هنرجع للزمالك مره ثانيه لكن بعد ما نروح للدوري المصري الممتاز. بكره امبي في مواجهة مع بيراميدز، ماتش من الماتشات الحلوة، مربع ذهبي كمان المتصدر في مواجهة الرابع، ولكن هذا الرابع ام بي مستاء جدا من ما حدث في مباراة الفريق أمام طلائع الجيش. في الجولة اللي فاتت آخر ماتش بالنسبة لام بي تلعب، المباراة كانت 0-0 لحد ثوانيها الأخيرة في الدقيقة 95 من أصل 5 دقائق وقت محتسب بدلا من الضائع، فاول من بعيد قوي من نص الملعب ناحيه اليمين لطلائع الجيش في استاد جهاز الرياضه، لعبها احمد سمير دخل من ورا المدافعين اللاعب اسلام محارب فسجل هدفا قاتلا اقتنص لطلائع الجيش النقاط الثلاث. لكن مشكله امبي لم تكن في الخساره او طريقه الخساره، وانما كانت في الاناره اللي كانت في استاد جهاز الرياضه. اخر 7 دقائق تقريبا من المباراة كان بدأت خلاص الدنيا تغيم تليل، الليل بدأ يدخل علينا، فاتأخر شوية الإنارة بشكل عام في الملعب، لكن لما اتنورت الدنيا ظهر النور في الناحية الشمال ما ظهرش في الناحية اليمين، والحقيقة ان هو ظهر في الناحية الشمال ناحية الشمال بتاعت الشمال الأول، بعدها بشوية ناحية الشمال الناحية التانية، فبقى النص ده منور لكن النص التاني ما كانش منور، وده اللي اشتكى منه إمبي امبارح قبل أن يعلن النهاردة في خطاب كده أو في بوست على الفيسبوك أن النادي في سطرين متمسك بكافة حقوقه في تكافؤ الفرص مهما كلف النادي الأمر من عقوبات أو من غرامات. على التليفون الأستاذ أيمن الشريعي رئيس مجلس إدارة نادي إمبي. أستاذ أيمن أهلا وسهلا بك، منورنا. هاي ازيك، أخبارك إيه؟ أخبارك إيه؟ منور الدنيا. ربنا يخليك. هبدأ الأول بمعنى أو فحوى الخطاب أو البوست اللي كتبته النهاردة، إنه مهما كلفنا الأمر من عقوبات وغرامات، هل ده معناه خطوة تصعيدية محتملة من إمبي؟ طب بص يا هاني، طبعا أنا آسف إن أنا يعني هاخد من وقتك وقت المشاهدين شوية، بس أنا لازم الموضوع يتسرد بطريقة محترفة يلا عشان كل واحد ياخد حاجته. قبل ما أتكلم في أي حاجة في الموضوع ده علشان تبقى الامور واضحه، الحاج عامر حسين رئيس لجنه المسابقات له مني كل تقدير والاحترام لشخصه، هو راجل محترم فعلا وراجل يعني ما شفناش منه الا كل احترام، ودايما بنقدره ودايما هنقدره علشان هو فعلا راجل محترم لشخصه. بتقول لشخصه طبعا شخص. فمشكلتك دلوقتي مهنيه. انا مشكلتي دلوقتي يعني زي ما بيتكلموا كده از تايتل، يعني يعني ال 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 الشغلانه نفسها، الشغلانه دي من حقنا نقعد نتكلم فيها براحتنا خالص، دي كده حاجه على جنب يعني علشان قبل ما ابتدي الكلام. وطبعا الف مبروك لنادي طلائع الجيش، ناس محترمه وافاضل واستقبلونا احسن استقبال، ماليش دعوه بالنتيجه، وعجبني جدا المقدمه بتاعتك. البوست اللي احنا كتبناه النهارده، لان انا اتفاجئت ان في ماتش طلائع الجيش انا كنت حاضر. زي ما انت شرحت النور والكلام ده، حصلت مشكله في اخر 5 دقائق، النور كان فيه مشكله، كابتن محمد اسماعيل مدير الكوره بيمارس مهامه. ودي احد مهامه. بيقول للحكم النور لازم نشوف حل، والحكم وقف ويشوف النور، كان المفروض نستنى لغايه لما الدنيا تظبط ويبقى زي ما بيقولوا يعني الدنيا كلها منوره بدرجات واحده ومفيش حاجه ونلعب. حصلت المشكله وجيه الجول في الوقت اللي النور، عشان بس نقول كلام واضح،
درجه النور، ما هو النور اللي على الشمال ده بيدي ضي الناحيه الثانيه، صح؟ مظبوط مظبوط. انما مش نفس، انما مش 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 نفس الكليرنس، مش نفس الشغل، مش نفس الوضوح، وده امور واضحه يعني مش محتاجه يعني. وقلت انه ولربما كان سببا في خساره المباراه، لربما يعني حطيتوها طبعا، لان احنا ناس محددين جدا وبنفهم في معنى الكلام كويس جدا. لربما هو لربما خلاص حصلت مشاده، وكابتن محترم نادر امر الدوله ادى طرد للكابتن محمد اسماعيل بمشادات، خلاص خلص الماتش، خلاص حصل خير، مبروك. اتفاجئ طبعا، الماتش ده كان يوم 24، يوم 25 دي اجازه رسميه طبعا، عيد تحرير سيناء الغاليه. طبعا يوم 25 الساعه 2 الظهر انا المدير التنفيذي بعت لي، جالنا غرامة إيقاف محمد إسماعيل 4 ماتشات، وغرامة 20,000 جنيه، سلوك غير رياضي. ودي نقطة أنتم معترضين على تفسيرها. لا أنا مش معترض على تفسيرها، إن ملهاش تفسير أصلا مكتوب. هي ملهاش، هي ملهاش تفسير. بص يا هاني، أي لائحة في الدنيا، وده شغل بقى، أي لائحة في الدنيا لما بنيجي نعملها في حاجة اسمها لائحة تعريفات، لائحة تعريفات ولائحة تفسيرات. كون ان حضرتك مش عاملها ده موضوعك مش موضوعي. انا المفروض ان انا اعرف يعني ايه، يعني ايه زي ما بتعرف لي الملعب بالتعريفات، بتعرف لي مندوب اعلامي يعني ايه، فكل حاجه. ما ينفعش ما تقول لي السلوك غير رياضي، السلوك غير رياضي دي كلمه طويله المدى، بياخدها كل واحد برؤيته. انا حر، وحاططها لي في اللائحه مره من غير الحكم، مش عارف ايقاف يومين، وبره الحكم ايقاف سوري ملعب ماتشين، وبالحكم ايقاف 4 ماتشات. الكلام ده تاني برضه ملوش دعوه بإنبي بقى، ليه دعوه بالشغل. لا احنا محتاجين ان احنا نعرف التفسيرات دي. وده من حقنا. طب ما تيجي نروح للناحيه الثانيه، ايه اللي قام بيه الكابتن محمد اسماعيل؟ عمل ايه؟ لا انا هكمل لك، ما انا هكمل لك. لا عمل ايه فأدى إلى العقوبة؟ لا حصلت، لا 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 لا، ما هو عشان كده أنا قصدي، عشان ربما لو جاوبنا على السؤال ده نعرف إيه تفسير اتحاد الكرة لكلمة. برافو 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 عليك، برافو عليك. أنا عشان كده طلبت في الجواب بتاعي لما بعت للحاج عامر حسين بصفاته الثلاثة في الكرة المصرية. هو ليه كذا صفة، ليه صفة عضو مجلس إدارة الاتحاد، ليه صفة رئيس لجنة مسابقات. ده دول صفتين، دول صفتين انتخابيين. ليه صفة ثالثة، صفة وظيفية، مشرف على إدارة إدارة المسابقات في الرابطة الأندية. فحطيت له الثلاثة التايتلز عشان نعرف نتكلم. تمام. محمد إسماعيل علشان نعرف إيه اللي حصل، أنا طلبت حاجة واحدة بس. على فكرة ما طلبتش يشيل العقوبة. قلت له أنا محتاج يتفتح تحقيق. ليه يتفتح تحقيق؟ ده بالمناسبة هاني، فتح التحقيق من مبادئ تكافؤ الفرص. مظبوط. تكافؤ الفرص مش في الكوره بس، تكافؤ الفرص في المنظومه. انت لازم تديني حق ادافع عن وجهه نظر 100%. يعني 100%. على فكره انا طلبت تحقيق، وارد جدا حاج عامر حسين رئيس لجنه المسابقات لما يجي يفتح تحقيق يكتشف ان محمد اسماعيل مدير الكوره ما يستحقش ايقاف 4 ماتشات، يستحق ايقاف 4 مواسم. انا موافق. تمام. لكن هو في لائحه عقوبات وفي تقرير حكم هو اللي بناء عليه بيتاخد وبيتحط، بيتبص على لائحه العقوبات، ويتم مطابقه ما كتب في التقرير وما هو موجود في اللائحه، فتنفذ العقوبه بدون تحقيق طبقا لكل الحياه اللي احنا عايشينها كرويا يعني. صحيح. من غير تحقيقات. خلي بالك. بس خلي بالك. خلي بالك، خلي بالك، خلي بالك. في حاجه معروفه اسمها اجراءات الورق. المفروض ان الحكم بيطلع تقدير، ومراقب المباراه بيطلع تقدير، وبيترد على لجنه. لجنه اللي اسمها على فكره هي اسمها لجنه المسابقات. تمام. يعني فيها اكثر من شخص. بيقعدوا نتناقش عشان نطلع. اسمها لجنه ولا اداره؟ بس سؤال جانبي. ما هو لا، لجنه في الاتحاد واداره في رابطه الانديه. تمام. وسواء لجنه هتبقى عدد من الاشخاص. تمام. وسواء اداره هتبقى عدد من الاشخاص. تمام. ما هو انت عارف في التقسيم بيبقى قسم ثم اداره، ده مفهوم. الاداره فيها عده اقسام. ايوه مش قضيه برضه. خلاص. لما وقفنا في الحوار ده وقعدت اتكلمت، كلام كان واضح وصريح، مش محتاجه نعمل تحقيق. مش لازم التحقيق ده حتى يبقى لصالحي او ضدي، بس ابقى انا فاهم. انا لقيت ان الماتش خلص الساعه 6:30 المغرب يهاني. تاني يوم، اليوم الاجازه، تاني يوم اليوم الاجازه اللي هو بالظبط فرق 18 ساعه، طلع القرار
وستة ونص ده الناس مش موجوده. يعني افهم من كده اللجنه اللي عقدت يوم الاجازه وطلعت البتاع برضه ما عنديش مشكله. رغم من تكافؤ الفرص برضه من ضمن تكافؤ الفرص ان اصدار قرار العقوبه يبقى كل النوادي زي بعض. يعني انا النهارده بدل طلع لي ثاني يوم لو جت شكوى ثانيه او حصل حدث ثاني في ماتش ولقيته طلع بعد يومين ده ما فيهوش مبدا تكافؤ الفرص. انا ايه اللي يضمن لي ان انت ما طلعتش دي كده وطلعت دي بعد ما سبتها؟ مفهوم. ما هو خلاص مفهوم. يعني لازم يا هاني لما نيجي نتكلم نبقى في معايير ثابته. ليه؟ عشان ما ندخلش الشكوك في بعض. ما ده شغل. فانا النهارده لما اجي الاقي كده بلس بقى حاجه ثانيه مهمه ان انا كان عندي شكوى قبل كده الناحيه الثانيه. ما هو المشكله بقى احنا رايحين هنا وبنيجي هنا الناحيه الثانيه في لجنه المسابقات ضد الكابتن نادر قمر الدوله. لا 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 ثانيه واحده انا هوديك في حته ثانيه خالص. في ماتش 2003 بتاع الاهلي يوم الحصل بص كان الرد واضح وصريح. تبعت لي الشكوى يوم الاربع ويا دوبك الخميس واحنا جمعه وسبت اجازه. مفهوم. الله يعني مفهوم. في جمعه وسبت تمام ولحد مفهوم. الماتش وده مش بعيد. ده هنتكلم في الاسبوع اللي فات يعني حالتين عكس بعض في ظرف اسبوع. ده اللي تقصده. الحاجه المهمه بقى انا اسف ان انا طولت بس الحاجه المهمه كابتن نادر قمر الدوله احنا عندنا راجل ليه كل تقدير واحترام وعلى فكره هو راجل محترم جدا وموهوب ومحترف. بس حصلت مشكله حقيقيه السنه اللي فاتت في ماتش تحدث عليه الناس كلها ده 25 دقيقه وقت بدل ضايع في ماتش كاس مصر صح كده وحصل قرار ضده للايقاف بغض النظر هو كان ليه ذنب او ملوش ذنب. فالنهارده في احنا بني ادمين يا هاني. يعني ايه بني ادمين؟ في الاخر بنقف بنبقى بنشوف نحسب الحسابات ازاي. فانا النهارده طب كابتن نادر قمر ده مش بقول لك تمنعه بس يعني ماتش ام بي وطلائع الجيش وفي مشكله حقيقيه قبليها ب 48 ساعه مع اداره لجنه المسابقات. طب يعني وانا فاكر ان كمان ماتش ام بي وفيوتشر ده اللي بتشير اليه في ماتش اللي اداره كابتن نادر قمر الدوله في الكاس السنه اللي فاتت لو تفتكروا الكره ساعتها بس هشرح افكر الناس بيها خبطت الكره في كابتن نادر قمر الدوله في هجمه لفيوتشر وبعدها هدد ام بي بالانسحاب لانه ما وقفش الكره وكان الفار مش شغال ساعتها وبعد المباراه اتوقف برده كابتن محمد اسماعيل اربع ماتشات لنفس السبب اللي هو للسلوك غير الرياضي تجاه الحكم. فاكر وخلي بالك لا انا فاكر ايه انا حافظ ده انا عايز اقول لك على حاجه مهمه في حاجه ثانيه مهمه اهم من ده ان نفس الحدث بنفس الارقام بنفس الاشخاص في اوقات عصيبه. يعني ايه اوقات عصيبه؟ يعني في مشكله بالفعل ففي حاجه اسمها ان احنا لما بنيجي ندور حاجه شغلانه معينه بناخد كل ابعادها. يعني احنا كابتن نادر قمر الدوله كان في ماتش سموحه اللي قبله معانا او ماتش مش عارف ايه كان فار تمام مش يعني الموضوع بسيط مش حكايه وشغالين انما حصلت مشكله ليه تدخل الحسابات في نبتدي نقدر لا ده في مشكله هنا لا اصل ده زعلان. وبالمناسبه حصلت مشاده بين كابتن محمد اسماعيل وكابتن نادر قمر الدوله وانا اللي بقول لك يا هاني محمد اسماعيل اتعصب وكابتن نادر قمر الدوله اتعصب والاثنين غلطوا. ده امتى؟ عشان كده انا قصدت في الماتش إيه؟ ده طلع في الماتش الجيش. ده ايوه الاثنين غلطوا وعشان كده طبعا غلطوا تجاوزوا يعني في حق بعض يعني ايوه طبعا لازم لا في شد فبدل في شد وفي مشاكل تمام والاعصاب مشدوده لازم الجانبين هيغلطوا. فانا عشان كده انا جزء من المنظومه. بس هو من اجل ده اتعملت اللوائح انه لو حد ما هي لائحه واضحه طبعا انه لو حد تجاوز في حق الحكم بيحصل العقوبه. بس في حاجه ثانيه مهمه جدا والحكم لما هيتجاوز في حق حد مش هتبقى في عقوبه وده سبب ان انتوا طالبين التحقيق. لا لا ثانيه واحده بس لا لا لازم ترد عليا دي ما هو ده ردي ده ردي الحكم له منا كل تقدير واحترام تمام واخواتنا واصحابنا وزمايلنا لما الحكم بيغلط مفيش حساب؟ الطبيعي انه فيه طبعا 100%. طب انا هقول لك على حاجه المشكله بتاعت ماتش فيوتشر لو ما كناش كسبنا فيوتشر بضربات الجزاء كان فيوتشر كسب وفي خطا في الماتش ده تطبيق القانون مش وجهه نظر ايوه كان فيوتشر كسب والحكم غلط احنا هنوقفه بس على فكره
انا ايقاف الحكم ما بيجيليش علي انا بالاستفاده. او كما قيل سابقا، انا كده استفدت ايه؟ لا انا معلش، انا بس انا 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 يعني انا النهارده انا النهارده يعني عايز اقول لك على حاجه ثانيه مهمه. كل التقدير لنادي المقاولين العظيم، يعني ده نادي كبير جدا ونادي ليه تاريخ. انا شفت الماتش بتاع المقاولين، وكان اعتقد سموحه او المقاولين وفاركو حاجه كده، سموحه ضربه الجزاء اللي جت في، انا كنت بشوفه في البيت. كان الله في عونهم، ولهم حق ناس تتعصب بعد ما الحكم صفر خلص الماتش، لان جهد كبير وعصبيه وضغوط رهيبه ما تحكمش على حد يعني. طب معلش، ليهم حق ان هم، اكمل لك ماشي اتفضل. طلعوا وانفعلوا، والامن جه لف على المجموعه، منظر موجود. طب عايز اقول لك حاجه بس بمناسبه ده، انا كنت هقولها بعد المداخله، بس بما ان حضرتك اشرت الى مباراه المقاولين وسموحه، تواصلنا اليوم مع مستر فيتور بيريرا رئيس لجنه الحكام، وسالناه كيف يرى قرار الكابتن العتباني بالغاء ضربه الجزاء للمقاولين العرب قدام سموحه وعدم اعادتها، فقال ان قرار الغاء ضربه الجزاء كان صحيحا. فسالناه ليه ما تتعدش، بالنظر لان احد لاعبي سموحه برضو كان اخترق المنطقه اللي هي القوس، فكانت اجابته ان اللاعب لم يكن مشاركا باي شكل من الاشكال في اللعبه، وبالتالي العقاب يجي على المقاولين باحتساب ضربه حره غير مباشره. وبالتالي اكد رئيس لجنه الحكام ان قرار حكم المباراه كان صحيحا في المباراه. خلصت كده؟ ده خبر بس قلت اقوله تزامنا مع كلام حضرتك. اتفضل. انا ببص لك على الموضوع بزاويه ثانيه خالص. انه رد الفعل اللي حصل بالتزامن مع الاحداث، السخونه بتؤدي احيانا رد فعل. لا انا اكمل لك. اتفضل. والامن دخل ولف حوالين الحكم، تمام، وكان كلنا شايفين الدنيا مظبوط كلها. خلاص؟ سريعا. مفيش اي عقوبه جت على المقاولين. خالص. بالمناسبة انا بقول لك، انا كلام الشغل ليهم حق طبعا، اتعصبوا انا، تمام، مش كلام يعني، انا ما كان بعمل كده. هل شايف انه في تصيد لام بي؟ لا 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 لا، انا اللي بسألك. وانا بسألك ليه بقى؟ بكل صراحة بقى؟ لا عايز أكمل رأيه. أكمل لك ليه بقى؟ اللائحة بتقول، عشان بس نحل، عشان لما يجي حد يرد يبقى المشاهد سامع وعارف. اللائحة بتقول ان انا ما ينفعش اكتب اعمل غرامة او عقوبة الا اذا كان الحكم ومراقب المباراة كاتبها في التقرير. ايوه. بس اللائحة كمان بتقول في بند تاني ان لجنة المسابقات لو شافت من خلال قنوات البث الرسمية اجراء غير سليم، من حقها تاخد الاجراء. ده سؤال، ده خلي بالك، ده موضوع محوري. دي بتشير بيها لأني حالة بتاعت المقاولين وسموحة؟ انا بتشير بيها المقاولين وسموحة وانتي. تمام. يعني ده التصرف، خلي بالك، حتى لو التصرفين مختلفين تماما، انما في هنا اعتراض، تمام، وفي هنا اعتراض. يعني يبقى في هنا اربع مباريات، ويبقى في هنا لوم. هو كمان اقتحام ارض الملعب من ضمن الحاجات اللائحه بتقول ان اللي حصل مفيش ده مفيش قدامنا. مفيش يا هاني. مفيش يمكن مفيش. يكون في الايام اللي جايه يعني بيستنوا الماتشات تخلص. ثانيه واحده بقى يا هاني، اتفضل. يبقى نتكلم على تكافؤ الفرص. حضرتك طلعت لي قراري بعد 13 ساعه، وطلعت قرار المقاولين بعد 4 ايام، يبقى هناك خلل في تكافؤ الفرص. سؤالي الاخير، هل ترى انه عدم وجود ما تسميه بتكافؤ الفرص هو تصيد لام بي تحديدا، بالنظر لحالات سابقه اشتكى فيها ام بي من اداره المسابقات؟ لو رجعنا سنه في 3 حالات، هل شايف كرئيس مجلس اداره ام بي انه اداره المسابقات بتتصيد لام بي؟ بص، انا مش هينفع طبعا اخش في النوايا عشان يبقى كلامي واضح وصريح، انما كل اجراءاتي وكل الشواهد بتقول ان تكافؤ الفرص مع ام بي في اي حاجه من العقوبات او الاجراءات، لا، ام بي بتيجي في الاخر. وخلي بالك تاني برضه، انا بتكلم كتايتل للحاج عامر حسين وليس شخص الحاج عامر. ليس انا باكد. طبعا عشان ده مهم. خلي بالك تاني برضه، انا النهارده مقدم الشكوى بتاعه الدوري بتاع 2003، تمام. النهارده بقى لي 13 يوم 9 ايام عمل. مفيش حاجه، محدش كلمني في حاجه. ايه خطوتك اللي جايه بعد بيان النهارده؟ لا، وبيان النهارده ده احنا بنشرح الحاله وبنقول، تمام، ان انا التكافؤ الفرص اللي اللائحه اللي تخص الحاج عامر كاتبها
اللي ما بين كل صفحه وصفحه بيسرد تكافؤ الفرص وهو حريص عليها غير موجود. انا باكد ان انا احرص منه تمام. عليها وباكد عليها حتى لو كلفني ده اي حاجه. تكافؤ من غير تكافؤ فرص مفيش كوره. انا بضم صوتي لصوتك عموما في نقطه تكافؤ الفرص، وبشوف ان هي لابد من تطبيقها ولابد من الاهتمام بيها، وحتى تساؤلات حضرتك مهم جدا ان يرد عليها، ودي سبب ان المشاكل بتحصل، لان هي بتفيدنا في ان احنا نبدا نعدل لوائحنا ونكون اكثر دقه كي لا نقع في الاخطاء من جديد. بشكرك جدا استاذ ايمن الشريعي رئيس مجلس اداره نادي ام بي على وجودك معنا. بالمناسبه يعني بشكل عام بعيدا بقى عن كل اللي اتقال ده، ان مباراه تكمل وهي فيها إضاءة مش كاملة، دي يعني عدم وجود إضاءة كاملة بغض النظر كملت أو ما كملتش المباراة، الجول جه أو ما جاش، دي مشكلة يعني، دي حاجة توقف ماتش بكل بساطة. أدت بقى ولا ما أدتش، الاعتراض هيؤدي إلى إيه؟ لازم بس نحط في اعتبارنا إنه ده ما كانش ينفع، إن كان لازم يتوقف المباراة، وإن كان بحسب الصورة اللي تشوفوها قدامكم دي الكابتن نادر قمر الدولة شاور قدامنا للمسؤولين في أرض الملعب على الكشاف اللي مش شغال، وهي الفاول بيتلعب، الفاول اللي جه منه الجول، وقعد يشاور لهم الكشاف وقعد يحط ايديه على الساعة، لكن لسوء حظ بقى كل الأطراف هنا اهي اللقطة دي كان بيقول فيها في الدقيقة كام؟ 96 اهو، كان بيقول فيها الكشاف ايديه اللي مرفوعة دي بيشاور على الكشاف، وأحمد سمير راح لاعب الكورة. دي صورة بعتها لنا الأستاذ أيمن الشريعي للاعتراض أو ل أسباب الشكوى، الشمال منور اليمين مش منور، الهدف سجل ناحية اليمين. أما إلى الزمالك من جديد سريعا جدا، فجوزيه جوميز طالب لاعبي الزمالك بنسيان مباراة أفريقيا والتأهل الأفريقي أو حتى النهائي الأفريقي، ونركز في الماتشين اللي جايين على مستوى المباريات المحلية، ضرورة مواصلة العمل بجدية، المنافسة، الثقة الكاملة للاعبين. لكن الخبر الإيجابي حتى وإن كان بقاله كتير غايب، عودة أوباما، رجع النهاردة للتدريبات، إضافة مهمة جدا، وتحديدا للمشاركات الإفريقية اللي جاية، الماتشين ممكن تلاقي ليه دور، لأن نص الملعب مهم جدا بالنسبة لأفكار جوزيه جوميز، وأوباما حتى مرتبط مع الزمالك بذكريات إيجابية على مستوى الكونفدرالية الإفريقية. بينما محليا في ماتش الزمالك اللي جاي بيغيب شيكابالا عن مباراة الزمالك والبنك الأهلي بسبب استمراره في البرنامج التأهيلي والعلاجي لإصابة عضلية في العضلة الأمامية تعرض ليها في أثناء التدريبات في مباراة أو قبل مباراة دريمز الغاني. ماتش الزمالك وسموحة اتنقل لبرج العرب، المباراة اللي بعد اللي جاية بالنسبة للفريق الأبيض. أخيرا الهلال كالعادة كسب الاتحاد في السعودية، المرة دي في نص نهائي كأس الملك بنتيجة 2-1 رغم طرد لاعب سافيتش للهلال، لتنتهي المباراة بفوز الهلال على الاتحاد في سابع مباراة تجمع بين الفريقين الموسم ده. لعبوا سبع مرات ما سابوش بطولة إلا ما لعبوا فيها عادة ذهاب وعودة، لكن النهاردة ذهاب بس. بصوا الجراف ده بيقول إيه؟ التقياه 5 أغسطس بداية الموسم ربع نهائي البطولة العربية، الهلال كسب الاتحاد 3-1. التقياه في الدوري ذهاب في 1 سبتمبر، الهلال كسب الاتحاد 4-3. التقياه في ماتش العودة في الدوري، الهلال كسب 3-1. التقياه في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال اسيا وايابه، الهلال كسب رايح جاي 2-0. التقياه في نهائي السوبر السعودي 11 ابريل الشهر ده يعني، الهلال كسب 4-1. التقياه في نص نهائي الكاس 30 ابريل النهارده، والهلال كسب 2-1. يعني عقده مؤرقه جدا في موسم واحد سبع ماتشات، ده تاريخيه يعني. صعدوا للنهائي طبعا الهلال وانتظار اما النصر او الخليج ويلتقيان غدا. اما بعد الفاصل فنلتقي بعبد الرحمن مجدي بشويه كلام حلو، خليكم موجودين معانا في الماتش. اهلا وسهلا بكم مره تانية في الماتش. هذا النجم الجميل الصديق العزيز عبد الرحمن مجدي هو ضيفنا النهارده. الحقيقه علاقه ممتده من سنوات وسنوات يعني، وهو ما شاء الله عليه يعني اعلامي ناجح، وكيل لاعبين ناجح، مالك أكاديمية ناجحة، ومن جديد حتى رائد في مجال البودكاست مؤخرا، وأعتقد من البرامج اللي بنحب نتفرج عليها على السوشيال ميديا. منور الدنيا عبد الرحمن.
حبيبي يعني والله، وكلام جميل، وطبعا زي ما انت تقول صداقه كبيره وبعتز بيها، وبفرح ان بعد 15 سنه كل واحد فينا حقق حاجات و... الحمد لله. لان احنا يعني كل واحد فينا تعب وما كانش عنده طرق مختصره. وانت طبعا ما شاء الله يعني تستحق كل حاجه كويسه، ربنا يخليك، لان شفت المشوار بدا ازاي وما فيهوش حاجه كانت سهله يعني. الحمد لله، منور الدنيا يا مجدي. اشكرك. كله كويس؟ كله زي الفل. الحمد لله. شفت ماتش ريال وبايرن؟ اه شفت الشوط الثاني، ولسه بقى 50-50 انت عارف يعني. انا بحس ان احسن حاجه عملوها ان هم لغوا موضوع الاوي جولز ده جدا، لان فعلا دلوقتي الكوره بقت 50-50 يعني. ما بقاش صاحب الارض المستفيد الاستفاده الرهيبه. فالماتش 50-50 في العوده، وده مزود الايقاع كمان، مخلي مفيش حد بيحاول يلجا للدفاع بالزبط. اللي هو الممل ده، او حتى لو في دفاع فانا عايز اجيب جوال، مفيش حد عايز ياجل الماتش. أيوة. مش عارف، محدش عايز يجيب جون وينام، لان خلاص عارف ان الامور مش او انت كمان تقدر تبادر انك تهاجم بره ارضك، لان انت عارف ان كلها محصله بعضها يعني. بس طبعا كان ماتش جامد طبعا. لا كان ماتش جامد. الحته دي ايه السر في ريال مدريد يعني؟ دايما حتى بشوف المعلقين والمحللين عاجزين عن الوصول لتحليل واضح او دقيق لانه ليه ريال مدريد بهذه القوه الاوروبيه مهما كانت ظروفه. بص، هو العجز عن التفسير اللي انا برضو هعجز عن تفسيره، ليه ريال مدريد يكسب مانشستر سيتي بالتحديد. مظبوط. باقي الحاجات كلها بالنسبه لي يعني عادي. يعني هو ريال مدريد ما هوش سكواد ضعيف، ده هو لا سكواد قوي جدا. مزبوط. جدا في كل حاجه يعني. اقوى صفقات تتكلم في تشواميني وكامافينجا وبيلينجهام والناس دي كلها جت بارقام، كانوا فعلا هم التوب في التوقيت ده. فهو سكواد قوي جدا. طبعا فينيسيوس ورودريجو، وبيقدر ان هو يلعب على حته البرازيليين، ناجح جدا فيها. زائد ان هو كمان مستقر جدا من ماليا، من ناحيه حتى لاعب مالي نظيف ذكي جدا. كازيميرو بيلعب في التشكيل الاساسي، بس لما جاله بيعه كويسه هو فوق ال 30 باع. جاب مكانه وحط عليهم 30 تانيين وجاب واحد عنده 20 سنه. فاهم، الاداره بتاعت ريال مدريد كلها بتبني بشكل بلاند يعني، بشكل واضح. زائد طبعا مدرب مخضرم في كل الكلام ده يعني، عارف. انا فاكر اول الموسم كنا بنتكلم هيلعب ازاي الريال من غير مهاجم. فراح مغير الطريقه وبقى يلعب برودريجو وفينيسيوس، وجابه من الوينج خلاه مهاجم، وبقت ماشيه قوي وبقت حلوه. ده انا بحب العب بريال في البلاي ستيشن عشان طريقتهم اللي عملها كارلو انشيلوتي دي. مدرب طبعا يعني. مدرب انشيلوتي برضو اندر يعني، مش هقدر اقول اندر ريتد عشان تبقى لا طبعا هو بس انا قصدي ان الناس متخيله ان هو يعني ازاي بيع موفق. لا طبعا لا خالص يعني، بالعكس هو راجل عارف كويس جدا حجم الموضوع، وعارف ان في حاجات لو عملها مش هيعرف يجاري فيها، فبالتالي لازم يلجا لحاجات معينه. وكل ماتش غير التاني، والمدرب اللي بيلعب كل ماتش غير التاني بالنسبه لي ده مدرب يعني. مدرب. مش اسطمبه. لا انت كل ماتش غير التاني. وريال مدريد فعلا انت النهارده غير قدام السيتي تماما. تماما، لان هو عارف ان الماتش ده هو يقدر يعمل فيه حاجه، يعرف يبقى متكافئ. بالظبط. النهارده كان في توازن، في دفاع وفي هجوم وفي تبادل هجمات. وضيع. النهارده كان ممكن يخلص خالص يعني. انتهت المباراه في النهايه 2-2، لكن بكره عندنا دورتموند مع باريس. بالزبط. مين اللي يكسب المباراه بكره؟ لا باريس طبعا. باريس. باريس اعتقد يعني، متهيألي انت كمان رايك كده ولا ايه؟ يعني ايه بقى، انا عايز اسمع منك بس. لا باريس طبعا سكواد قوي جدا. سكواد برضو طلع انياب صعبه قدام برشلونه يعني. انت برضو برشلونه مهما كانت متهالكه ما تديهاش اربعه يعني في ملعبها. وزائد ان باريس برضو كسكواد برضو طبعا قوي جدا. يعني هحطه رقم يعني، مش عايز اقول ارقام عشان ما ابقاش متسرع يعني. بس هحطه في التوب 5، ممكن احط رقم 3. يجي بقى هو كتف مثلا مع ارسنال اوروبيا بس يعني. دايما تلاقي انه في شك وانت بتتكلم عن باريس سان جيرمان اوروبيا. لان هم ما لهمش اي حاجه بيدخلوا مديهم افضليه يعني. يعني ريال مدريد بيدخل عنده الافضليه تاريخ ان هو بياخدها كل سنه. مظبوط. او يعني عادي ان هو ياخدها كل سنه. ياخدها بالثلاث مرات ورا بعض. اللي بيخش وهو حتى فرقه زي البايرن مثلا. برضو انا خدتها كتير وبتاع، ومهما كنت متعثر في الدوري فانا اقدر اخد الشامبيونز ليج في اي وقت يعني. وهم اللي خدوها وقت الكورونا، وهم يعني هم دايما على حساب باريس نفسهم. وعلى حساب باريس. بالظبط. اما فرقه باريس فهي انت لما بتدور دايما على اول مره، او بتدور على اول مره من فتره طويله، او اول مره في التاريخ او كده، بتبقى الامور اصعب يعني. تبقى انت دايما حاسس ان انت الثقه مش 100%، مفيش افضليه قبلها. ف يعني بس كاسكواد لا برضو باريس بالمناسبه يعني، باريس اخر ترانسفيرز عملها كان فيها اذكى. صح بالظبط كده. يعني كانت المره دي ما هواش فرقه معاها اموال. أيوة. كتيره، ابتعد عن الجنان واجيب اكتر حاجه. واحسن واقوى حاجه ممكن اجيب اذكى حاجه واجيب.
فدلوقتي المشروع مع جالتيه كان اعتقد هو ده اللي كان مفكر في الحته الاخرانيه دي. وبدا ان هو بقى يعني شفت مثلا جونسالو راموس ده كان مع منتخب البرتغال كمهاجم بدا ان هو يجيبه سواء يعني ليه دور كبير او لا دلوقتي. بدا شغاله على جزئيه ان هو يعوض بقى امبابي ازاي وقال لك عمل عرض مش عارف لمين فدلوقتي باريس في طريقها. بس طبعا عيبها ان انت بتلعب في دوري ضعيف جدا. فانت كل اسبوع بتلعب فرق بعيده تماما عن الليفل. فالاحتكاكات دي بتؤثر لما تيجي اوروبيا. الريتم مختلف تماما وباريس يعني في الدوري الفرنسي يعني طبيعي ان ما تقدرش تحافظ على الريتم يعني. هتبقى حلوه قوي مبابي ضد الريال في النهائي دي. لو حصلت يعني. شايفها ازاي بالنظر لانه بعدها بشهرين متوقع ان يكون مبابي في الريال؟ انا شايفها ان هي ما لهاش اي تاثير يعني. لان الناس دي بتعرف تفصل كويس جدا ويعني انت بتتكلم ان مثلا مبابي ممكن يكون مؤجل الاعلان اصلا لسبب زي ده يعني. ما اعرفش يعني بس متخيل ان ده ممكن يبقى من ضمن الاسباب يعني. ف مبابي يعني يهمه نفسه في الاول والاخر. باينه جدا. يهمه نفسه في الاول والاخر ودلوقتي عموما كل اللعيبه الكبيره يهمها نفسها يعني. يهمها بيلعب لفرقته بس بيلعب برضه لان هو عايز يعمل لنفسه شامبيونز ليج يبقى واخد كاس عالم واخد كذا واخد كذا وعايز ياخد مثلا شامبيونز ليج بره ريال مدريد الاول. دي حاجه اصعب بكتير. صح. لان انت هتاخدها كده كده هيروح يمضي 5 سنين اكيد في سنه منهم ريال مدريد هياخدها على الاقل على الاقل يعني. وبعدين انت بتتكلم على مبابي في انه يهمه نفسه. كل قرارات مبابي في السنوات اللي فاتت كان باين قوي ان هو يهمه نفسه فعلا وتعامله مع الضغوط. انا دي بصراحه اللي بحاول اوصل لايه طبيعه البني ادم اللي دايما تحت ضغط سنوي وما ادراك ما ضغط جمهور ريال مدريد وانت بتلعب مش في ريال مدريد وانك تبقى بتزور الرئيس رئيس الدوله بيقعد معاك عشان يقنعك تكمل فتكمل وانك تلعب فاينل كاس عالم فتبقى متاخر فتجيب هاتريك في اخر 10 دقائق ما تفهموش يعني وان جمهور باريس نفسه يبقى بيهاجمك وانت بتلعب فتجيب اجوال وتبقى هداف الفريق. ايه اللي ممكن يعمل الشخصيه دي؟ اللي ممكن يعمل الشخصيه دي فريق عمل متكامل مغطي النقط اللي الناس يعني اللي ممكن الناس مش عارفه او الناس مش مستوعبه انها بقت جزء اساسي في الكوره زي اللايف كوتشنج وزي الطبيب النفسي وزي ازاي المديتيشن والتامل اللي دلوقتي الناس كتيره بتتكلم عليه ان اللعيب ده بيبقى في روتين حياته. محمد صلاح يعني ابسط حاجه ان هو في روتين يوم 1 2 3 4 يعني دي حاجات دلوقتي اعتقد انها بتساعد بالذات في المرحله دي والا يعني ما اظنش ان في حد دلوقتي رباني كده يقدر ان هو يعمل ده. لكن لو انت فعلا يعني انا فاكر مبابي مره عارف قال لك ان هو كان بيلعب يعني زي مدمن فيفا اونلاين يعني في الالتيميت تيم ومش عارف ايه وفي فوت تشامبيونز اللي هم ال 30 ماتش اللي في يومين دول وبتاع وقال لك ان هو بطلهم. انا كنت بلعب وعارف قد ايه الموضوع ده بيحرق صعب فقال لك ان هو بطل يلعب اللعبه دي تماما لان هي بالنسبه له مش بتاخد من وقته ولا تركيزه ولا نومه بس مرهقه ليه ذهنيا. هي تفصيله فاهم ازاي هو قالها مره في وسط حاجه يعني ملهاش اي علاقه بس بالنسبه لي لفتت انتباهي برضو اللي انت بتتكلم ان اي حاجه هتعطلني اي حاجه هتاخد من تركيزي صح. انا مش عايزها. كنت لسه بسمع على ذكر اللي انت بتقوله ده في قصه المديتيشن والحاجات النفسيه المهمه دي بودكاست كان بيتكلم اسمه مش عارف منتل منتر تقريبا بيتكلم عن فكره ان انت محتاج انك بشكل نصف سنوي على الاقل في ناس بتعملها 4 مرات مش مرتين في السنه يعني 4 مرات في السنه تعمل حاجه اسمها مايند كليننج تنظف المخ وتنظيف المخ ده بيبقى عباره عن ان انت بتحاول تتخلص من اي حاجه مش مهمه في حياتك حتى لو عباره عن حاجه ماديه يعني مثلا تفتح العربيه وتلاقي مثلا في هنا شنطه وفي هنا ورق وفي هنا مش عارف ايه تروح منظف لان كل حاجه موجوده في حياتك بتاخد من تفكيرك حتى لو انت مش واخد بالك كل حاجه حواليك بتاخد مزبوط. من ده فبقى ماشي بقى ده على كل حياتك على علاقاتك طبعاً. سواء اصدقاء او علاقاتك في الشغل اسمه ايه هو تقريبا مايند سيت منتور ده اسم البودكاست فبيتكلم انت بقى ماشي ده على كل حاجه في حياتك يعني هتلاقي مخك هدي فتفكيرك في المهم في حياتك زاد
فبالتالي انتاجك زاد. انت لما بتوضب دولابك بترتاح. ما هو بيتكلم على ده، بيقول خش اوضتك شيل تيشرتات ارميها. فاهمني؟ احنا ممكن برضو في 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 الشرق الاوسط عامه او في ممكن في مصر او كده، احنا ممكن مهملين برضو في حته او لسه مش مهملين يعني، مش واعيين بشكل كافي بدور الحاجات التفاصيل الصغيره دي. بس لما توصل لمرحله ان انت حتى مثلا انت مثلا بالنسبه لك اديك بتخلص بالليل الساعه 1 وتصحى الصبح عندك كذا لما توصل للمرحله دي من الضغوطات ومحتاج ان انت تعمل حاجات كتير وتمالتي تاسك، لازم ده وقت ان انت اصبح الموضوع ده مش رفاهيه خالص. أيوة. لو انت موظف من 9 ل 5 وامورك مستقره ممكن يعني ممكن حتى ده والله تعيش في ظل الضغط العالمي اللي موجود على الناس. انا بكلمك ان انت بتقول لي ازاي وفي بني ادم يتحمل الضغوطات دي. صح. اللي هو اللي مش طبيعي اكتر من الطبيعي. صح. ده بقى نطبقه على لعبتنا المصريين، يعني كل اللي اتقال ده مهم جدا ان تقول ان ده يبقى فريق عمل كامل. بالظبط. المهم اللاعب كان لا يمكن تشوف الاحتفالين بتوع عبد المنعم ومصطفى شلبي، كان لا يمكن. انا ده رايي يعني. كان لا يمكن، لان هم دول احتفالين طالعين برضو برغم ان هم غلط يعني من واحد مضغوط. من ضغوطات. صح. حتى لو انت شايف من وجهه نظرك الخارجيه انت مضغوط من ايه؟ لا، هو مضغوط، دي حاجه ترجع له. مزبوط. وهو حر فيها يعني. فاهم قصدي؟ لكن لو كان في اداره يعني، الناس دي برضو ممكن تكون ضغط على نفسها، مش بتفرغ الضغط اللي عندها، ما عندهاش اداره جيده للموضوع ده. فده زي ما تقول لعيبه مصريين طبعا 100%. بما اني كنت بتكلم عن بودكاست بتفرج عليه، فبودكاست بتفرج عليه جول كاست اللي انت بتقدمه يعني هو قرار مميز الحقيقه، وانا كنت يمكن متابع خطوات بدايته او قبل ما تبدا. اول ضيف. اول ضيف بالظبط، وده شرف ليا يعني. ازاي جالك القرار وازاي تدرجت في التقديم فيه لغايه ما بقى خلاص بيضرب بيه المثل دلوقتي كبودكاست مصري رياضي؟ انا جسمي طبعا بيقشعر وانت بتقول بالكلمه دي يعني، بس هو كان انا كنت موجود طبعا في الاعلام سنين طويله وكده، وبعدين بعدت ممكن مش بارادتي شويه، ولما بعدت اتشغلت بصراحه يعني. برضو ما اقدرش اقول ان انا بقالي يعني ان انا بسعى قوي ان انا موجود، لان انا ما بعرفش اسعى بالشكل يعني الجيد او المناسب. لكن قلت ان انا بحس دايما عندي افكار ممكن تبقى كويسه يعني. وهي مش فكره جديده يعني، بس حسيت ان ممكن الحوارات لو كانت متحرره من غير اي حاجه عيب ولا اي حاجه خالص، بتبقى متحرره يعني بشكل كده. انا حسيت ان انا عندي الحته دي يعني. والله اعلم يعني. ان انا اقدر ما بشوف مثلا لقاء في التلفزيون اقول انا حاسس ان انا لو بدير حوار ممكن اطلع حاجه احسن مثلا يعني. فقلنا خلاص يعني، دي حاجه انا عملتها حتى بانتاجي انا الشخصي بكل حاجه. قلت يعني ايه لو باظت عادي يعني، انا ما زعلتش حد في حاجه يعني. تمام. فبدانا، فسبحان الله يعني برضو الموضوع فجاه لقيت ان في حلقات. انا كنت طبعا ده كان برضو هدف ليا ان انا مش عايز اجيب الضيوف اللي هم يعني، طبعا كان اول ضيف طبعا نجم كبير حبيبي يعني لكن سوبر ستارز، عايز اجيب مش متارجت حد بيلعب لسه مفهوم. مثلا مازال لاعب مثلا، عايز اجيب ناس متحرره بتتكلم كلامها مش هيضر يعني، مش بيتكلم وهو عنده ألف حساب مفهوم. لان هو لو قال كده ممكن يمشي بكره. لا لا يعني ناس متحرره اكتر. فكان ده نختار الزاويه اكتر من الضيف، من الاسم. من الاسم مفهوم. من قد ايه هو عليه السبوت؟ لا مش شرط. هو راجل ممكن يكون معلوش سبوت بس عنده وجهه نظر مختلفه. أيوة. واقوى حلقات اتشافت كانوا الناس يعني ما كانوش هم على الساحه قوي يعني. مفهوم. يعني فاهم قصدي؟ فده اللي بسطني. وبدات الناس تقول لي انت اختيارك للضيوف عبقري مش عارف. كلام بقى في الكومنتات. أيوة. فحسيت ان ده تراك كويس يعني. صح. حسيت ان انا انت طبعا بتاخد الكريديبيليتي. بص انا بحب تعليقات اليوتيوب بالذات اصدق. لا إيه؟ اليوتيوب ده تحس ان انت ايه قاعد في مكتبه، الناس بتتفرج على البتاع ده هم قاعدين في المكتبه. الفيسبوك تحس ان هم يعني في حته تانية غير المكتبه. في العربيه في الشارع في لا ولا في العربيه فين؟ في حته بقى كده ما اعرفش. ليه طيب؟ مزعلك في ايه الفيسبوك؟ لا بص اليوتيوب ده بيبقى شخص عنده استعداد ان هو يعني مثلا قاعد مخصوص يعني. انا عندي افريج حاجه اسمها مثلا الافريج واتش تايم اللي هو الناس بتقعد تفتح قد ايه. بيتخطى نص ساعه احيانا. فانت لما عندك مثلا 70 80 الف واحد 100 الف واحد شافوا حلقه معدلهم اعلى من نص ساعه، معناها ان مفيش حد هيدي حكم سطحي. فانا راضي بحكمهم حتى لو هو سلبي. تمام. لان الراجل ده اتفرج. فلما يقول لي انت وحش انا لازم اراجع نفسي. تمام. لكن لما حد يسمع دقيقه فيقول لي لا ده انت اصلا ما عندكش فكره انت او 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 فلان ده الضيف ده مش عارف ماله بتاع، لازم بتصالح طبعا مع الموضوع بس مش هقدر اخده بجديه التعليق الشخصي اللي اتفرج. دي نقطه مهمه جدا على مستوى التقييم. اللي الواحد بيقيمه لنفسه من تعليقات المشاهدين. اللي هو في النهايه بيبقى هو اهم عنصر انت بتقدم ده علشانه،
فبالتالي عايز ترضيه بس مستني تقييم برضه يكون عادل في نفس الوقت. يعني ايه اكتر تصريح فاجئك من ضيف في حلقه من حلقات جول كاست؟ يعني مثلا شريف حازم ده كان رابع حلقه. شريف حازم شريف حازم برضه بقول له يعني انت لما رحت السويد ورجعت على الاهلي الناس قالت ان ده كان ان هو كوبري، قال لي اه يعني ما تحيلتش عليه ما صعبش يعني ما ده كان مثلا في ناس يعني ما شاركتش كوكيل لاعبين في كوبري من الكباري في يوم من الايام؟ في كوبري من الكباري وما شاركتش، بس عادي لو كنت يعني لو كان في كنت اشارك عادي. بجد؟ اه يعني انا ما بص هو وكيل اللعيبه لانه ما بتشوفوش ان هو حاجه غير نزيهه يعني. بص يعني انت في الاول والاخر النادي اللي بيبيع اللعيب مستفيد ماديا. ده هو ليه انه يعني ما يوافقش ما حدش يلومه فاهم يعني. الناس تقول لك مثلا عمرو السوليه راح الشعب الاماراتي ومنه مش عارف على الاهلي ومش عارف سيد معوض راح طرابزون ومنه على الاهلي. طب هو اللي سابه يروح طرابزون ده مش النادي بتاعه بمحض ارادته تماما؟ فخلاص انا مش شايف ان فيها مشكله يعني. يعني طبعا احيانا في انديه اصلا بتبقى عارفه ان اللاعب رايح لده كوبري بس اسهل لها من ان هي توديه مباشره للنادي المنافس جماهيريا. جماهيريا فبتبقى تمام روح انت وربنا معاك بقى يعني تعاملوا مع بعض مع النادي الثاني يعني. يعني بالظبط يعني. وبعدين الفيفا منع تماما ان انت تتدخل في كوبري صريح. لا طبعا هو منع التفاوض ان ما ينفعش تتفاوض في فتره ان الثاني متعاقد تمام، بس هو وكيلك بيروح وبيجي وبيتحرك وبيعمل اللي هو عايزه فاهم. لكن انا اقصده ان فيفا منع ان انت تقول مثلا انت تروح طرابزون بس ما ينفعش تلعب في مصر الا كذا. الفيفا مانع الكلام ده. انت يعني انت مالكش دعوه بالانتقال اللي بعد الانتقال. انت ممكن يكون ليك ليه حق مادي فيه تمام، لكن ما تقدرش تقول مثلا ان اللعيب ده انا هبيعه بس ما يلعبش في مصر الخمس سنين الجايين. ده بند غير قانوني ومش موجود. بس بنشوفها كتير قوي دي اللي هي يعني في مصر قصه ان ما ينفعش يرجع يلعب في مصر الا كذا. يعني دي كتيره قوي يعني. ملوش لازمه البند ده، ملوش لازمه يمضي عليه. ولما يجي يرفع قضيه بيخسر بشكل واضح. ودي ممكن تسال فيها طبعا الناس القانونيين بس انا عارف ان ده بند انت ممكن تكتبه يعني وتمضي عليه وكده، بس لما تيجي انت تستخدمه بقى تقول انا لا ده انا قلت له ان هو لو رجع يديني 5 مليون جنيه ومش عارف ايه. ما يعتبر قصه عبد الله السعيد والاهلي والاهلي السعودي بنفس الشكل ده، وفي الاخر اللاعب حتى الان لم يدن. هو كان عبد الله السعيد كان ان هو المفروض ان هو هياخد مبلغ من بيعه. لا كان انه اذا لعب لناد اخر غير الاهلي في مصر يدفع رقم كذا. بالظبط، مضطر الاهلي السعودي ان يدفع 2 مليون دولار. انا طبعا مش عارف، بس هي في كل الاحوال ما فيش حد هيتحكم له ابدا في الموضوع ده. ده اللي انا اعرفه، دي المعلومات اللي عندي يعني. وكده كده لازم بقول لك بيمنع التدخل في الانتقال اللي بعده. انت خلاص مجرد ان اللاعب انتقل من عندك ما تقدرش تتدخل بعد كده. يعني حاجه اسمها ثيرد بارتي، يعني ما ينفعش يبقى في ثيرد بارتي يعني بين الناديين. خلاص اللعيب والنادي مفهوم. بس هو دول بس البريدج ده من الحاجات اللي مرفوضه على مستوى مرفوضه لو ليها اثباتات. لو ليها اثباتات اثبت بقى. انا هشارك فيها وبقولها اهو على الهوا بس اثبت. لا انا بقول يعني انا بقول ايه، انا النهارده يعني لو انا وكيل لاعب معين ومصلحته مثلا ان هو يخرج وانا عارف ان هو لما هيخرج هيبقى في رجعه على كذا يعني انت في الاول والاخر انت بتفكر في ما يعني ما هو برضه خد بالك من حاجه، هو دي فكره اصلا اساسها ان النادي موافق الرقم ده يطلع يعني ياخده في الاتجاه ده بس ما ياخدوش من الاتجاه ده. ودي اصلا فكره غلط يعني. يعني دي اصلا فكره ما هياش مفهوم وجهه النظر. اشتغلت بحاجات كتيره في الكوره يعني اعلام سواء تلفزيوني او صحافه او ادي بودكاست حاليا على عوده محتمله في اي وقت تلفزيونيا. اشتغلت كمالك اكاديميه، اشتغلت كوكيل لاعبين، اشتغلت كمتحدث او منسق اعلامي للمنتخب في عهد برادلي. ايه اكتر حاجه استمتعت بيها؟ يعني مش عارف، هو كل حاجه فيهم طبعا فيها متعه يعني. انت وانت وكيل لاعبين لما تعمل انتقال مثلا لشيكابالا السبورتنج مثلا مفيش حاجه امتع من كده. لما تبقى عندك اكاديميه وولد من عندك مثلا بدا عندك، هو عنده مثلا 5 سنين فبعد 5 سنين راح الاهلي مثلا وبقى عضو مهم جدا في النادي، فدي حاجه ممتعه جدا. فمش عارف امتع واحده دي. طب قول لي الممتع زي ما انت قلت كده في كل حاجه يعني. ايه الممتع في فكره انك منسق اعلامي للمنتخب؟ ممتع ان انت في 30 واحد بيمثلوا مصر في اهم لعبه واكتر لعبه متابعه من 100 مليون بني ادم. ولما الفرقه دي بتكسب الناس الدنيا بتتقلب. ولما بتخسر الدنيا بتتقلب. وانت واحد من الناس دي. ولما النشيد الوطني بيتقال وفي 100,000 واحد، انت واحد من الناس اللي هم بيمثلوا مفهوم. انت لاعب بس يعني بشكل اخر. بالظبط. بتلعب دور يعني.
فدي امتع حاجه. لا تمثيل مصر ده مش شعار يعني، ده مش كلام بقى اي كلام. تمثيل مصر ده ليه احساس محدش هيعرفه غير اللي يعيشه. سواء بقى انت مترجم، مدلك، عامل، لاعب، هداف، مدرب، انت فعلا بتتمتع متعه مفيش متعه بعدها. اما بتنزل تسافر بلد تانية، انت راجل لابس ترينج منتخب مصر وبتاع، انت بتمثل مصر، دي متعه ممكن اختارها انها امتع حاجه. ياه. يعني دلوقتي لما عارف انت لما قعدت تدورها دلوقتي في مخك. طبعا غير ان انت بتتعامل بقى مثلا مع الجيل، كان وقتها جيل ابو تريكه ومحمد زيدان ووائل الجمعه وعصام الحضري وشوقي وغالي، ناس طبعا كانوا تقال قوي قوي. كنت بقى اشوفهم كل يوم، افطر واتغدى واتعشى معاهم ونسافر ونيجي، فكان سني 23 سنه. فكانت طبعا بالنسبه لي تجربه رهيبه، تبقى كمان مترجم للمدرب، يعني انت بتترجم حاجات حساسه جدا. وبتعيش الانسايد ستوريز بنفسك. طبعا في منتخب اكيد مصر. انت لو فتحت قلبك هتطلع اسرار كتيره قوي حصلت في وقت برادلي، مش كده؟ طبعا حضرت حاجات، طبعا حضرت نقاشات مغلقه، حضرت ترجمت نقاشات مغلقه، حضرت خناقات، حضرت طبعا خناقات. ايه اكبر خناقه شفتها وانت في المنتخب؟ لا يعني ما انت نفسك في البودكاست دلوقتي، لا يعني في برنامج تلفزيوني، يعني الدنيا اكثر حريه. لا يعني ما ممكن مثلا الوقت اللي كان هي مش خناقه يعني، بس كان مثلا ممكن الوقت اللي لما عصام الحضري مثلا، هقول حاجه خفيفه شويه يعني، معقوله تنفع يعني، تنفع. لما عصام الحضري مثلا اعلن ان هو اعتزل دولي مثلا، كان في ماتش مصر وشيلي وقال ان هو اعتزل دولي. وقتها كان وقتها يعني كان الجهاز الفني يعني قعد معاه وشرح له ان هو ليه مش هيلعب ماتش دوت. كان الشناوي ساعتها، كان شريف ولا شريف اكرامي؟ كان شريف اكرامي. وشرح له ان هو اخر 7 مباريات شريف لعب ماتش والشناوي لعب ماتشين وانت لعبت 4، فالنهارده هتبقى النسبه 50 25 25. تمام. مثلا يعني بالارقام يعني، قبل يعني. ما يتقال التشكيل وكده وبتاع. وبعد كده واحنا في الباص عرفت انه يعني حد قال لي، حد كلمني سالني قال لي هو الحضري اعتزل دولي؟ قلت له لا. قال لي لا حبيبي انت نايم على ودنا واحنا رايحين الماتش. وبلغت مثلا الجهاز يعني. مش خناقه بس بقول لك ده موقف مثلا انت بتعيشه مثير. هو طبعا اعلن بعد كده، فانا بقوله انا مش بفشي سر يعني، بس يعني ده كان موقف مثلا انت تعيشه من جوه، ده موضوع تاني. قبل ما اطلع لفاصل، عشت ازاي الفتره اللي فاتت دي كلها بتاعت سبورتنج لشبونه، بينما انت الشخص اللي هو كان وكيل الصفقه في انتقال شيكابالا من الزمالك الى سبورتنج لشبونه، وبعدها 8 سنين تقريبا الزمالك في قضايا لحد ما توقف قيده، لحد ما دفع، وانت عمال تتابع الاخبار دي؟ يعني انا عايز احط نفسي مكان وكيل اللاعبين اللي كان مشرف على القصه دي. شفتها ازاي؟ هقول لك سريعا يعني. لما طبعا شيكابالا ما راحش وكده، قعد فتره ما بيروحش، وكان رئيس النادي هناك، او انا طبعا علاقتي انقطعت بالموضوع لان هو شيكابالا بطل يرد عليا. اول ما راح ولا ده رجع؟ بعد ما راح مثلا باسبوعين كده بطل يرد عليك اصلا. والله العظيم عادي يعني، هو عموما دي طبيعته، هو بيحبش تليفون، وانا اكيد مش زعلان منه ولا حاجه، بس هو عموما يعني انت الوصول ليه صعب، انت كلم الناس اللي مسؤوله عن الامور اللي حواليه. فهو خلاص لما كده انا يعني اتفقت مع سمير عبد التواب ان انا بره خارج الموضوع. لان بقوا اتسال اسئله ما عنديش اجابات ليها. قلت لهم يا جماعه طب خلاص، الراجل ده سمير عبد التواب هو وكيله اصلا. فبعد كده لما بطل، لما ما راحش وكده، كان بيتسال رئيس النادي هناك كل مؤتمر هو شيكابالا فين. يقول لهم الفلوس اللي دفعناها هناخد اكتر منها. ما حدش دعوه. كنت عارف انت تفاصيل العقد الغريبه دي؟ العقد لا، هو ليه بتاعت انه لما يرجع للزمالك، او انه يعني لا ما كانش فيه يدفع اضعاف المبلغ اللي الزمالك خده من سبورتنج. هو الزمالك اشتراه من سبورتنج. مظبوط. ده ما كنتش انا، دي ما كنت انت كنت بس وهو رايح بالظبط. بس انا كنت عارف ان تقريبا احنا كنا الديل كان ب 250. البيع من الزمالك كان ب 250 اعتقد. رجع ب 400 وشويه حسب ما قريت. يعني ما اعرفش. وتحولت الى 1.5 مليون، وتحولت عشان غرامات التاخير. صح بالظبط. فطبعا كانت اداره سيئه لان الغرامات واضحه انها هتحصل. وسايبينها تحصل. غريبه جدا. من اغرب القصص يعني، سواء دي او محمد ابراهيم. محمد ابراهيم دي اغرب قصه في التاريخ. اغرب قصه في التاريخ. اللي هو انت عندك رقم من اعاده البيع كذا مثلا، كان 1 مليون باين، وانت رحت بعته ب 200 مثلا، ب 50,000 باين ولا حاجه زي كده. طب ما في عدد البيع رقم ثابت مش نسبه. يعني هتدفعها يعني هتدفعها. يعني احسن لك تفسخ عقده وقول له امشي. قول له امشي. فاهم قصدي؟ انا لو عندي محمد ابراهيم مثلا وعايز ابيعه، انا هدي ماريتمو 1 مليون يورو كده كده. ايوه بالظبط كده كده. فلا، انا اقول لمحمد ابراهيم امدي لي بس على الفسخ كده واتكل على الله، لان انا اذروايز خلاص. فاهم؟
هلمس بس يعني حاجات زي كده كتير، ما حدش لو حد قرا العقد ده بند ما فيهوش مش بند مثلا مش مفسر كده تفسير مثلا خالص. لو اتيح ليك تعمل لقاء مع نجم عالمي في البودكاست بتاعك تختار مين؟ بلوتيلي. اشمعنى؟ ده عنده قصص لازم نشوف دماغه فيها الجنان ده لازم ده حلو، اختيار حلو وبعدين مناسب لفكره البودكاست بتاعك وزلطان يعني مثلا بس بالوتيلي ده يعني حاولت ولا لسه؟ لا لا خالص ان شاء الله توصل لها، بس في حاجه كده يعني في حاجات يعني بحاول فيها اتجاهات كبيره بس يعني صعبه قوي فمش عارف. لا ان شاء الله قريبا بالوتيلي في جول كاست مع عبد الرحمن مجدي. بعد الفاصل مع عبد الرحمن مجدي في الماتش، خليكم موجودين معنا. سعيد مارسيل كولر برحلته مع الأهلي، وده واضح في رسائله اللي بيبعتها تحديدا بعد الانتصارات لجمهور الأهلي، واللي بعتها كمان لما قال للجمهور ركزوا واستمتعوا ما تقعدوش تفكروا في حاجات تضايقكم. لكن النهاردة هو سعيد بأنه بيحضر تجديد في ملعب التتش في النادي الأهلي كلوب أوف ذا سينشوري، منزل الصورة سيلفي ومتصور معاها وبيقول أنه بعد تطوير التتش في أحدث صوره، بدأها بالعربية ثم كتبها بالإنجليزية وأيضا بالألمانية، مع عنوان أو صورة مكتوب عليها الأبطال في إحدى خلفيات ملعب مختار التتش في النادي الأهلي مع نسر الأهلي الكبير المميز. نشر هذه الصور ومعها صورة كمان شهداء حادثة بورسعيد اللي هي ذكراكم دائما في القلب، وتصور معها هي كمان ضمن الصور زي ما قدام حضراتكم على الشاشة في تحديثات حصلت في استاد مختار التتش أو ملعب مختار التتش حيث تدريبات الأهلي. عبد الرحمن مجدي لسه منورنا، أهلا وسهلا بيك. كله كويس؟ زي الفل. طب ما نتيجي نكمل الحاجات الممتعة في كل حاجة عملتها، يعني فكرة أنت كان ليك سفريات كتيرة قوي في أفريقيا. مظبوط. وبتشوف اللعيبة الصغيرين وكنت مثلا بتنزل صورة من نيجيريا وسيلفي من غانا إيه القصة دي وإيه الممتع فيها؟ دي فعلا أمتع من يعني تقريبا أمتع حاجة مريت بيها برضو. يعني أنت مثلا بتروح، مش هدعي إن أنا أحسن واحد عملتها ولا أكتر واحد، بالعكس ده في أساتذة في القصة دي يعني، بس هي إن أنت مثلا بتروح أفريقيا فبيعرضوا عليك مثلا عدد من اللعيبه فبتختار لاعب فعلا وتعرضه على نادي في مصر فيجي فيلعب فيبقى كويس. واللعيبه دي عباره عن ايه؟ لعيبه يعني بيجمعوهم اطفال مصر. شارع عادي لا يعني لعيبه تلعب في الشارع يعني ولا اكاديميات طبعا امكانياتها صفر. واحد مدرب بيجتهد هو بقى بيروح الشوارع وكده ويجمع مثلا 30 واحد لعيب مثلا ولا بتاع، فانت بتاخد من الفيرجن ده مثلا 10 تمام وبتقول لهم انا هاجي مخصوص اتفرج عليكم هتعملوا لي احسن حاجه. يعني ايه من الفيرجن ده؟ يعني الموديل بتاع الاكاديميه اللي بتاعت نيجيريا دي، واحد مثلا مجمع 20 لعيب مثلا او كده وبيرعاهم نوعا ما وبيمرنهم وكده، فانت بتروح بتشوف من ده 20 مثلا. وجودك بيبقى فيه كمان وكلاء لاعبين تانيين؟ حسب يعني انا كنت فيه مره كنت انا متكفل بكل حاجه وانا اللي مأجر الاستاد وانا اللي واخد كل حاجه ومانع ان حد يدخل غيري. عشان تبقى عشان انت لوحدك بتشوف الموهبه. بالظبط، ما اختارش انا واحد ولا تاني اختار واللي يدفع اكتر بقى. بالظبط. فدي كده، او ساعات بيبقى فيه ايفنتس كبيره هم بيوجهوا الدعوه لعدد من الانديه، ولو في بقى رجل اعمال قوي هناك بانفستور بقى جامد فبيوجه الدعوه، ودي طبعا النسخه المتطوره شويه انه بيوجه الدعوه مثلا 10-12 نادي وبيدفع لهم كل حاجه ومتكفل بكل حاجه باقامتهم في نادي 5 نجوم ويجيبهم يعمل دوره كبيره جدا في حضورهم عشان بعد البطوله دي مثلا ب 10 لعيبه مثلا تلاقيهم في اوروبا. يروحوا دافعين طبعا الانديه دي او رؤساء الانديه دي دافعين بقى لصاحب الاكاديميه دي او صاحب تمن اليوم اللاعب تمن اللاعب برقم بقى هو يكون كسب فيه. لا وساعات ببلاش بس ايه بقى اعاده بيع؟ اعاده بيع انت جبت لعيبه مصر من التجربه دي؟ جبت لعيب كان راح وادي دجله مع ميدو اسمه ديفيد وطبعا جبت شاميل سبيكلي مثلا، بس كان فيرجن كان بيلعب في المنتخب يعني بس برضه انا وكابتن مجدي عبد العاطي رحنا جبناه من هناك من تجربه زي دي اثيوبيا برضه كان بيلعب منتخب بس كان بيلعب منتخب لكن تجربه السكاوتنج الصريح ده جبت كان في لعيب اسمه ديفيد لعب مع ميدو يعني لعب فريق اول لعب مع دوري ممتاز يعني لعب كان كويس جدا يعني كان لعيب جامد وجبت كان لعيب اسمه سانومي برضو ده كان مع كابتن مختار عملنا يعني كذا حاجه زي كده. ده شبيه للي بيعمله الاهلي حاليا بالظبط كده والاهلي دلوقتي بيعمل حاجه كويسه جدا يعني اللي بيعمله الاهلي دلوقتي ده ان هو بيروح للجراس روت يعني اللعيب اللي هو
هو النوعيه دي مش تبقى جاهزه انها تلعب في الفريق الاول الاهلي ابدا. تمام. عشان بس نبقى متفقين. اللي الاهلي بيدور عليهم دول بس دول نوعيه ممكن الاهلي يجيبهم يعيرهم او يلعبهم مع الفئات السنيه ممكن مستقبلا يستثمر فيهم. ممكن يلعبوا مع فريق اول ولو ما لعبوش مع فريق اول مش مهم. ممكن يعني يبقى حاجه ماديه استثماريه ان هو موهبه جامده. تمام. فبيروح فدي حاجه كويسه لان لما اتحاد الكره سمح ان يبقى في ثلاث لعيبه ناشئين تحت السن اللي هم دلوقتي مثلا في الاهلي كريستو مثلا مش عارف ايه مظبوط بيخليك ان انت تروح ممكن تجيب لعيب 2005 يعني ما يتحسبش عليك اجنبي. ما كانت مشكلتها زمان كده تيجي تدي مثلا نادي لعيب صغير يقول لك مش هعرف العبه معايا وهيحسب لي من الثلاثه مفهوم او من الاربعه. انما دلوقتي مش هتحسب لك من الاربعه هتحسب أيوة. لك طب كده استفاده الاهلي ايه؟ استثمار مع الانديه اللي حواليه انه يبيع ويعير مثلا ده ممكن جدا. انت ممكن تعير لعيب زي ده مثلا يروح يجيب 12 13 جون مثلا في نادي فجاه يبقى 28 مليون جنيه يعني عادي جدا. لكن اصل انا شايف ناس متضايقه من التجربه وبتقول ان الاهلي جاب لاعبين غير مفيدين للاهلي من الناحيه الفنيه. مش هيفيدوا الاهلي من الناحيه الفنيه ده الاكيد طبقا للتجربه بتاعه الجراس روت اللي بتقولها. صعب جدا لعيب بيلعب في الليفل ده يلعب في الاهلي. بس ممكن يلعب فين يعني مثلا صديق اجوله مثلا مش انا اللي جايبه ولا اعرف والله مين اللي جايبه. تمام. بس عين خبيره جابته وراجل حقيقه يعني بنفس الطريقه دي بنفس الطريقه طريقه الاهلي. اول مره يلعب بروفيشنال كان في سموحه مفهوم واتباع برقم كام. ايبوكا احمد سامي قال جايبينه من الشارع بيلعب حقيقي. ايبوكا جه نفس الكلام واتباع برقم كبير جدا رقم كبير وغيره. وانا متصور مع لعيبه اخترتها وحاولت ان انا اجيبها بس ما عرفتش ودلوقتي بيلعبوا في انديه كبيره جدا وعندي صوري زي معاهم مش انديه شهيره يعني بس مثلا بيلعب في الام ال اس بيلعب مثلا في الدوري السعودي الممتاز ولاد انا مختارهم بس بسبب الفلوس اللي مطلوبه فيهم ما عرفتش اشتريهم بسبب حاجات كتير يعني مره امثله للعقبات مره مثلا كان مدافع ففي مصر مرفوض فكره المدافع الافريقي دي عشان بيغلط وبيباصي للمهاجم وبتاع دي السمعه اللي بتتقال دايما مثلا. ومره كان مهاجم كان اجراءات التاشيره كانت اتاخرت يعني مثلا برضو يعني الاثنين دول كانوا جايين مصر عندي صور الدعوه بتاعتي وراحوا لعبوا في دوري امريكي وواحد دوري بتقول سويسري في السويد السويد دوري ممتاز السويد حيث جاء وسام ابو علي الى الاهلي بالظبط يعني دوري يعني لا دوري اقل مفهوم مش دوري اوروبي كبير لكنه دوري كان بيطلع لاعبين وكان فين كان بالزبط في الشارع بالظبط. طيب انت مالك اكاديميه ايه الممتع في التجربه اللي زي دي؟ والله انا كل واحد متعته غير التاني. انا متعتي اكبر متعه لما بيجي مثلا ولي امر بيقول لي انا ابني بقى شخصيته بقت احسن وبقى اتعلم النظام وشكرا بجد انت ساعدتنا في حياتنا ان احنا دي متعه خاصه. المتعه التانيه مثلا ان ولد مثلا يكسر الدنيا عندنا مثلا ولد راح بيراميدز لسه جايب جون في الزمالك في اخر ماتش اللي هو كان من يومين اللي هو مين؟ اسمه حمزه هو اسمه حمزه جمال غير اللي جاب هاتريك لا في ولد جاب جون وعمل اسيستين في ماتش 2009 وهو 2010 اللي خدوا البطل فيه هو كان مان اوف ذا ماتش وهو اصغر من الولد دي بسنه ده انا طالع من اكاديميتك او مديه لبيراميدز هديه يعني رحت لكابتن معتصم سالم انا متصور معاه قلت له انا مش عايز منه حاجه انا عايز بس نتصور صوره للذكرى عشان ده هيبقى لعيب كبير. انت بيكون في تعاقد بتعمله مع اولياء الامور للعيبه؟ لا خالص بس في ده ستايل موجود في الاكاديميات صح؟ في ناس بتعمل كده انت بتعمل وانت استفادتك ايه؟ ان بس حد يجي يقول لك شكرا؟ لا ان حد انه يتقال ان الاكاديميه دي منتجه فيجي فبيجي بقى ناس على السمعه الحلوه الامر بيختار ان هو عايز يجي هنا ووجه طبعا الكابتن احمد محمد برضه هو اللي كان مكتشف حمزه يعني اكتر فلازم ياخد حقه كريدت بتاعه عشان ما بقاش تمام لا يعني كلك ذوق كالعاده لا طبعا. طيب ما تيجي نروح للكوره شويه يلا بينا الاهلي عنده مواجهة مرتقبة مع ترجي في نهائي دوري الأبطال، شايف إزاي حظوظ الأهلي في الفوز باللقب؟ والله أنا بشوف إن طبعًا الأهلي هو فرص الأكبر بدون شك لأسباب كتيرة جدًا متعلقة بالخبرات ومتعلقة وبرضه زي ما إحنا قلنا إن ريال مدريد بيدخل بالأفضلية، الأهلي بيدخل بالأفضلية، حتى أحيانًا بتلاقي إن الأهلي مش أفضل نسخة فيه بس ممكن يقدر ياخد برضه البطولة. ودلوقتي بجد انت كل الفرق اللي بتلعب الاهلي بتلعب وهي عارفه ان فرصها تيجي بعد فرص الاهلي فاهم قصدي؟ لا زائد طبعا ان لا الاهلي على المستوى الفني يعني حتى لو الاهلي كعناصر تقيل جدا تقيل جدا واتقل من الترجي طبعا بكتير وبدون شك يعني كمان لما بقى مودست اهو خلاص بقى بره الموضوع فبقى في انتاجيه هجوميه اكتر فلا طبعا الاهلي فرصه اعلى بكتير اظن يعني اللاعب زي مودست بعدم نجاح الصفقه بالشكل اللي حصل ده بيكون تفسيرك ليه؟ نتكلم على راس الانديه الاهلي بيضم لاعب لم ينجح باي شكل من الاشكال فالناس بتبقى القصه قاسيه يعني تبقى القصه تتصدر كل العناوين
بيكون سببها ايه؟ كوكيل لاعبين وكمالك اكاديميه يعني بتشوفها ازاي؟ بيكون سببها يعني اختلاف الريتم بالدوريات 100% طبعا ده سبب. اختلاف الريتم؟ هو جاي من بروسيا دورتموند ريتم سريع ريتم طبعا يعني قوي جدا اختلاف الريتم يعني مش بقول ان ده سبب وحيد بس ده حاجه تعطله هو ان هو يكون برضو باصص لان هو انا بعمل داون جريد شنيع في الكارير بتاعي ده انا رايح مصر كنت في الدوري الالماني وده داون جريد حقيقي فعلا حصل فهو عشان يبقى عقليته يعني تقدر انها كده عقليات قليله بقى اللي هو كريستيانو مثلا دلوقتي فاهم هو نازل ده داون جريد فنيا بس هو بيضرب نار هو كده كده في اي مكان هضرب نار مزبوط. مش كل الناس كده مودست باين ان هو حتى يعني ده توقعي يعني والله اعلم انه عقليته مش اقوى حاجه يعني بالذات في الانتقال ده كانه جاي ما عندوش الحافز يعني لان انت بتتكلم ان هو كموبيليتي وكترنات هو كلها فيها مشاكل مخشبه يعني مزبوط. انت لو شغال على نفسك مستحيل تبقى بالشكل ده صح الا بقى لو انت السن طغى عليك يعني الاهلي والاسماعيلي بكره بتشوف ازاي الماتش ده في ظل برضه ظروف الاسماعيلي لا طبعا لا بص هقول لك بقى في الدوري الاهلي انا بقول لك ان يعني ما تضمنش يعني خالص لان تعرفش كل حاجه متاحه يعني لان الاهلي طبعا تركيزه في افريقيا زائد ان الاهلي اخر مباريات كتير في الدوري يعني متهيألي كسبان 3 من 7 أو من 8 حاجه زي كده فالفرصه عند الاسماعيلي ان هو طبعا هو في منطقه خطر ان هو ياخد نقطه او حاجه يبقى طبعا الاهلي داخل بافضليه برده بس اكيد تركيز الاهلي دلوقتي مين اللي هيبقى في افريقيا يعني انك تصعد قبل ما نروح لافريقيا بس الاول بيراميدز السنه دي هو المتصدر لسه الاهلي ليه ماتشات الزمالك ليه ماتشات الدوري لم يكتمل بيراميدز السنه دي ممكن ياخد الدوري؟ ياخد الدوري يعني بيراميدز بيفقد نقط دايما في توقيتات يعني مش مفهومه وده حاجه ما شفتش اي نسخه من بيراميدز ما عملتش كده يعني طول الوقت بيراميدز معقوله غياب الجمهور هو اللي يخلي فرقه تبقى طول الوقت مليانه نجوم بس طول الوقت بتفقد نقاط قدام فرق مش منطقي على الورق تخسر منها يعني نقاط. الجمهور بيديك دايما يعني جمهور سواء موجود في المدرج او موجود في البيت بيديك حاجه بتخليك عايز تكسب فاحيانا تكسب وانت وحش وقود بيديك وقود زياده شويه فبيبقى عندك الحته الفنيه 5 من 10 فبتخليك 7 من 10 فبتخليك ان انت ممكن تكسب وانت وحش بتخليك ان انت وجود ده جمهور وتاريخ يعني تمام لما يبقى انت فريق ليك تاريخ كبير يعني دقيقتين 7 مرات نهائي من اصل 8 سنوات سابقه الاهلي في افريقيا شوف ازاي الرقم ده لا رقم مرعب الاهلي ليه دور ان هو كل سنه بيطور وبيشتغل وكده والدور الثاني ان افريقيا دلوقتي برده مش مرعبه زي زمان لان اللعبه المتميزه كلها عايزه تروح اوروبا والانديه بتسيب وبتستثمر فممكن المنافسين الاقوياء جدا في اوروبا في افريقيا قالوا ما تلغوش ولكن قالوا بقت البطوله بتبداها انت في الدور الثمانيه وسيمي فاينال احيانا وانفاق يعني. الاهلي اكتر طبعا بس صن داونز بيناطحوا على مستوى الانفاق بالزبط. وعلى مستوى شكل الفريق لكن تبقى النتائج هنا توب طبعا وهنا انا بقول لك الاهلي ليه دور فيها يعني مفهوم. بس البطوله بتبقى احيانا سلسه شويه مفهوم في الزمالك ونهائي الكونفدراليه شايفها ازاي؟ لا طبعا الزمالك عنده حوافز الدنيا كلها يعني حوافز اكتر من اي حد لان انت ده منقذ للموسم متنفس للجمهور يعني ضغط على الاداره الجديده فبدون شك الزمالك حتى فنيا احسن طبعا من نهضه بركان بس هيبقوا ماتشين صعبين جدا لكن بالساعه الكامله للجمهور اعتقد الزمالك عنده افضليه كبيره جدا يعني المشاكل الماديه اللي مرهقه على الزمالك وقضايا تلو الاخرى بتوقف القيد بتشوفها ازاي؟ بشوف ان هي يعني في كذا نادي عنده مشاكل من ضمنهم الاسماعيلي والزمالك معرفش هيخرج منهم ازاي يعني لان الارقام كبيره جدا جدا وطبعا ورثها الاداره الحاليه ورثتها بدون سبب فهتاخر ان الزمالك يعني يعمل الاوامان الطفره اللي عايز يعملها ولكن اللي بيحصل ده تدرج مقبول جدا تدرج جداً مقبول جداً, جدا جدا نرى اهلي وزمالك سوبر افريقي انا متوقع كده يعني متوقع ان شاء الله تبقى حلوه اعصاب الواحد مش مستحمله وهتكون برضو مباراه واحده بس زي ما انتم عارفين لكن قبل الختام بنتكلم عن الاهلي والزمالك ما تيجي نشوف تشكيله عبد الرحمن مجدي ل 11 من الاهلي والزمالك عمل منهم منتخب يلا منتخب الاهلي والزمالك اقرا لنا تشكيلتك اهي انت ازاي مش حاطط يلا مصطفى شوبير حمزه المثلوسي باك رايت عبد المنعم ياسر ابراهيم قلبي دفاع وعلي معلول دونجا رقم 6 كان مع مروان عطيه منافسه شرسه امام عاشور طبعا
احمد حمدي طبعا، وانا يعني احمد حمدي انا مقتنع ان هو احسن صفقه يعني الفتره الاخيره للزمالك. وحسين الشحات ده لاعب لاعب من لاعبيك صح؟ حمدي لا لا صديق طبعا، صديق بعتز بيه، بس هو يعني انا طيب. عارف من الاول انه هيبقى حاجه وزيزو وحسين الشحات واسامه ابو علي. حلوه حلوه التشكيله. اي نعم حطت المسلوسي يمين مش مساك رغم انه مكانه دلوقتي. انا قعدت افكر بقى اطلع ياسر واحط المسلوسي في القلب واحط محمد هاني. عبد الرحمن مجدي صديقي العزيز الاعلامي المتالق ووكيل اللاعبين السابق السابق صح؟ لا سابق خالص. سابق. نورتني وشرفتني ودايما بكون مبسوط بلقائك في اي مكان. لا لا بشكرك وانبسطت في الوقت ده وشكرا جزيلا ليك. نورتنا. نورنا عبد الرحمن مجدي، وانتم كمان منورنا، لان بكره حلقتنا الاخيره لهذا الاسبوع قبل ما تلتقوا يوم الخميس بالصديق والزميل الدكتور ايهاب الكومي. غدا نلتقي الساعة 11، فحتى نلتقي تحيات كل فريق العمل وتحياتي هاني حتحوت، إلى اللقاء.